بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك الفضائية، ونلتقيكم ببث مباشر جديد، ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة مساكم الشيخ. الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك ويبجيك. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نبتدي بورقة بحث يطرحها سماحة الشيخ، وبعدها إن شاء الله نتلقى الأسئلة والاتصالات، ويا حبذا تتعلق الأسئلة والاتصالات بورقة البحث التي سوف يتفضل ويطرحها سماحة الشيخ. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي هذا الحديث الذي رواه كل من البخاري والمسلم ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. بينا في مقدمة ورقتنا البحثية لذلك الأسبوع أن المسلمين أي الشيعة ينظرون إلى أنبياء الله العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نظرة ملؤها التقديس والاحترام، فينزهون الأنبياء عن النقائص والمعايب وما يخدش في كمالاتهم ونفوسهم العلية وما يخرم مروءاتهم. أما الطوائف المنحرفة كاليهودية والنصرانية والبكرية فإنها تنسب إلى أنبياء الله الفواحش والرذائل والمعاصي والشك وارتكاب ما يخرم المروءة إلى ما هنالك من أمور تخدش في شخصياتهم المقدسة. وقلنا أن إن شاء الله تعالى بصدد التعرض إلى هذا الملف ومناقشته على مدى حلقات من هذا البث المباشر إن أحيانا الله عز وجل ووفقنا، وبدأنا بهذا الحديث الذي روته الطائفة البكرية، و
ناقشنا الفقرة الأولى فقط من هذا الحديث، وقلنا إن هذه الفقرة من الواضح أنها تنسب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، أنه شك في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. ثم إن هذه الفقرة الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ما هو أشنع، وهو أنها تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي أنه كأن النبي هنا ينكر على إبراهيم أنه لماذا شك مع أنه رأى ملكوت ربه، فيفترض ألا يشك في حين أن نحن أحق بالشك مع أن لم نرى ما رأى. تعرضنا كذلك إلى بعض أقوال أهل الخلاف أعلامهم الذين حاولوا التخفيف من وطأة مدلول هذه الفقرة من هذا الحديث، فقلنا إنهم انقسموا إلى قسمين: قسم كان منه ابن تيمية مثلا قال إن الشك هاهنا لم يكن شكا في الإيمان، وإنما شكا في الاطمئنان، التفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي شكا بإحياء الموتى، وهذا هو نص عبارة ابن تيمية. أما الآخرون كابن قتيبة والطحاوي وابن الجوزي والنووي والقاضي ومن المتأخرين أو المعاصرين ابن عثيمين، فهؤلاء قلبوا مدلول الحديث إلى هذا المعنى الذي لا يساعد عليه نص الحديث أبدا، وهو قولهم أن المعنى هو هذا: إذا لم أشك أنا، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى ألا يشك، فكأنه رفعه على نفسه. ناهيك عن أن هذا تأويلا بعيدا جدا لا تساعد عليه العبارة أبدا، فإنا بينا أن هذا التأويل يستلزم محذورات، من بينها تفضيل إبراهيم صلوات الله عليه على نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، مع أن المعلومة بالضرورة من عقيدة المسلمين، ولا ننظر إلى الشذاذ منهم الذين تشبثوا ببعض الأحاديث المكذوبة التي رواها العدو كذلك في صحاحه، المعلوم بالضرورة من عقيدة المسلمين أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء وسيد الخلائق أجمعين. فحاولوا التفصي عن هذا الإشكال بقولهم إن النبي هاهنا كان في معرض التواضع وهضم النفس، ورددنا ذلك بأن هذا لا يسوغ، وليس للنبي أن يفعل ذلك أساسا، ونحن نجد أنه قد استفاض في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قد فضل نفسه على سائر الأنبياء،
وقال: ما مضمونه أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ إلى ما هنالك من أحاديث كثيرة لعلنا نتطرق إليها لاحقا إن شاء الله تعالى، وهي إنما تثبت أن النبي كان مأمورا ببيان هذه الحقيقة، لأن هذا دين. أن يبين النبي للناس أنه أفضل النبيين، هذا دين، ليس للنبي أن يتواضع فيه ويقول إن مثلا إبراهيم أفضل مني، أو موسى أفضل مني، أو عيسى أفضل مني، أو من أشبه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ليس ها هنا محل للتواضع. فإذا هذه هي الفقرة الأولى، وقد رأيتم ما فيها من محاذير بل شنائع. ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي قوله: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هذه الفقرة لم يستطع أعلام أهل الخلاف فيما اطلعنا عليه من أقوالهم وآرائهم تأويلها إلى معنى أن النبي يثني على لوط، بل اعترفوا جميعا بخلاف ما صنعوه مع الفقرة الأولى إذ اختلفوا فيها، اعترفوا بأن النبي هاهنا يوجه لوما للوط عليه السلام، لأن لوطا لما جاءه القوم قال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وفسروا الركن الشديد بأنه عشيرته التي تمنعه، فكأن لوطا عليه السلام تحسر على أنه ليس له في القوم الذين بعث فيهم عشيرة تدفع عنه وتحامي عنه وتنصره. فيقول أعلام أهل الخلاف في تفسير وشرح هذه الفقرة من هذا الحديث أن النبي وجه لوما للوط، وجه مذمة للوط عليه السلام، أنه كنت تأوي في الواقع إلى ركن شديد وهو الله، فكيف سهوت عن ذلك؟ ما بالك تتحسر على عشيرة تسميها ركنا شديدا ولا تلتفت إلى أن الركن الشديد الحقيقي هو الله؟ فرحمك الله يا لوط، يعني دعا له بالرحمة والمغفرة. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قالوا في شرح هذه الفقرة من هذا الحديث، قالوا: إن لوطا سهى عن أن الله تعالى أشد الأركان. ذهب إلى هذا القول كل من ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، والبغوي في شرح السنة، والقاضي في إكمال المعلم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حجر في فتح الباري. معنى هذا أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله قد قدح في لوط عليه السلام، وأن لوطا كان كما صرحوا به ساهيا غافلا عن أن الله تعالى أشد الأركان. وهذا أمر شنيع لا يخفى على أحد، أن تنسب إلى نبي من أنبياء الله العظام أنه كان غافلا ساهيا عمن عن الله تبارك وتعالى أنه هو أشد الأركان، ثم تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله.
وليتك تقول إن هذا الحديث لا نسلم به، نرده كما نحن نصنع مثلا مع بعض أحاديثنا التي رويت من طرقنا وفيها مثل هذه المعاني. فإن هذه الأحاديث التي قد تخدش ولو خدشات بسيطة في أنبياء الله تبارك وتعالى، فإننا نتوقف فيها ونردها، ولا نقول عنها أنها أحاديث صحيحة أو معتبرة، لا نزعم هذا، بل على العكس نأخذ بالأحاديث التي تثبت الكمال والجلال لأنبياء الله تبارك وتعالى، نأخذ بتلك الطائفة من الأحاديث، لأن عقيدتنا قائمة على احترام الأنبياء صلوات الله عليهم، وعلى نفي كل شبهة يمكن أن تتعلق بسيرهم أو بإيمانهم أو بأفعالهم أو بأخلاقهم. بل إن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من جملة الضوابط التي وضعوها للتمييز بين الأحاديث صحيحها وسقيمها، المعتبر منها وغير المعتبر، هذه الضابطة، أنهم إذا وجدتم أنكم، خطابهم للشيعة، أنه إذا وجدتم حديثا منسوبا لنا يعارضه حديث آخر سواء في هذا الشأن أو الشؤون الأخرى، فخذوا بالحديث الذي يخالف العامة، فإن الرشد في خلافهم. أحسنت. فنحن قد تكون عندنا بعض هذه الأحاديث، لا ننكر ذلك، قد تجد حديثا يقترب من هذا المعنى، أن النبي والعياذ بالله كان يوجه لوما للوط عليه السلام، أو يوجه قدحا لشخصيته، ولكن لا تجدنا نعترف بصدق بصحة هذا الحديث أو أنه معتبر. هذا تراث فيه ما فيه، ومن جملة ما نرد به هذه الأحاديث أنه نقول ما دام هذا الحديث موافقا لما رواه العدو في صحاحه فإننا نتركه، نأخذ بالأحاديث الأخرى، نأخذ بالأحاديث التي تقول مثلا إن لوطا عليه السلام كان يقصد بالركن الشديد 313، هم أصحاب إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال، أي أنه يضرب المثل بهؤلاء في أنهم ينصرون ويفدون حجة الله على الأرض، لو أن لي مثل هؤلاء لدفعتكم عني. وهذا ليس يعني أن النبي لوط عليه السلام كان قليل الثقة بالله والعياذ بالله، أبدا، إنما هو يشير هاهنا إلى الأسباب الطبيعية، إنما يتوسل هنا بالأسباب التي قررها الله تبارك وتعالى. لا شك أن أشد الأركان هو الله، ولكن الله جعل للأنبياء أسبابا ولسائر الخلائق أسبابا. الله عز وجل بإمكانه أنه كان ينصر نبينا صلى الله عليه وآله بلا احتياج إلى أن يجيش النبي الناس ليقاتلوا معه في غزواته وحروبه، كان يتمكن من أن يجعل النبي هو لوحده ينتصر على قريش ومن والى قريشا وعلى كل من حارب النبي صلى الله عليه وآله دون حاجة أصلا إلى جيش، دون حاجة إلى إعلان النفير، دون حاجة إلى أن يطلب من أحد أن يجاهد معه، هذا كان بالإمكان ضمن قدرة الله تبارك وتعالى. ولكن شاءت إرادة الله ومشيئته أنه يختبر البشر، وأن يجعل الأنبياء يعملون في مجمل حياتهم ودعوتهم بالأسباب الطبيعية. فلوط عليه السلام ها هنا، سواء إن فسرنا الركن الشديد بالعشيرة أو بالثلاثمائة وثلاثة عشر
أو أي تفسير آخر لا يعني هذا ولا يلزم منه أنه كان والعياذ بالله قليل الثقة بالله، أو أنه لم يكن يعلم بأنه الله عز وجل هو الركن الشديد، أبدا. وإنما الأمر يشبه مثلا ما جاء في القرآن الحكيم في قصة شعيب، أن قومه كانوا يريدون البطش به لكنهم قالوا له: لولا رهطك لرجمناك، أي كان ما يمنعهم عن رجم شعيب عليه السلام رهطه، قومه، عشيرته. الأمر على هذا النحو. هنالك حديث آخر أيضا رواه العدو في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله يلوم لوطا عليه السلام على ما قال، وهو قوله المنسوب إليه طبعا: رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. إذن هذا الحديث كما ترون أيها الإخوة، الفقرة الثانية منه فقرة تسيء إلى النبي لوط عليه الصلاة والسلام، لسانها لسان الذم واللوم له. وبقرينة هذا نفهم أن الفقرة الأولى ليست على ما زعموا، وكذلك الفقرة الثالثة، لأنهم زعموا أن الفقرة الأولى كانت في سياق أو بلسان الثناء على إبراهيم ونفي الشك عنه، إلا أنه هذا يخالف سياق الحديث، إذ الفقرة الثانية في سياق الذم للوط، فالفقرة الأولى كذلك والفقرة الثالثة كذلك. الفقرة الثالثة تقول هكذا: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. نحن نعلم أن النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه رسول الملك بأنه قد أفرج عنك لم يقبل بأن يخرج من السجن إلا أن يستدعي هذا الملك النسوة حتى يقررهن بما يبرئ ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله عز من قائل: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أي إلى هذا الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فهذه عزة نفس من يوسف عليه السلام، أنه ما قبل أن يخرج من السجن إلا أن تظهر براءته. ونعلم ما الذي حصل بعد ذلك، والآيات تذكر القصة بالتفصيل، أن الملك جاء بهن وقررهن واعترفنا أن يوسف عليه السلام بريء، وثم بعد ذلك قبل يوسف عليه السلام بالخروج من السجن وجرى ما جرى. هنا في هذه العبارة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. معنى هذه العبارة واحد من أمرين: إما أن يقال أن هذه العبارة في سياق ذم ليوسف، أنه كان ينبغي علي أن لا يؤخر خروجه من السجن سواء ظهرت براءته أم لم تظهر، لأنه لبث في السجن مدة طويلة،
وإما أن يقال أنها، وهذا أشنع، أن هذه العبارة في سياق ذم النبي، لا نقول هكذا، وإنما نقول بهذا التعبير، نقول كأن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وآله يوضح للناس أنه قليل الصبر بالقياس إلى يوسف، يعني يوسف كان أصبر منه، وبالتالي يكون يوسف في هذه الخصلة على الأقل في الصبر في عزة النفس أكمل من النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يقول ولو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي. واضح كذلك أن هذه العبارة بعيد جدا أن تكون قد صدرت من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي نعرف أنه ما من خلق عظيم إلا وكان متوفرا في شخصيته بأكمل الصور وأعظمها، فهو سيد الصابرين، سيد أبات النفس، سيد الحلماء، سيد كل خصلة من الخصال الأخلاقية. ولا يمكن أن نلتزم بأن أحدا وإن كان نبيا عظيما كيوسف عليه السلام كان يتفوق على النبي صلى الله عليه وآله في إحدى تلك الخصال، هذا ينقص من شأن نبينا الذي نعلم بأنه أعظم الأنبياء وسيدهم على الإطلاق صلى الله عليه وآله، بل أعظم الخلائق، يعني ليس هنالك مخلوق خلقه الله أعظم من محمد اللهم صلى صل الله على عليه وآله، محمد ليس هنالك على الإطلاق، حتى أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، وهو إمام الأئمة، وهو ثاني أعظم مخلوق بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا الشخص، هذا المخلوق العظيم، وهو أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، بالقياس إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المرتبة عند الله، هو هذا الذي صرح به علي نفسه لما سئل أنت أعظم أم إبراهيم؟ قال أنا أعظم. أنت أعظم أم موسى؟ قال أنا أعظم. أنت أعظم أم عيسى؟ قال أنا أعظم. ولكن لما سئل أنت أعظم أم محمد؟ قال أنا عبد من عبيد محمد اللهم صل صلى على الله عليه محمد وآله. وعلى محمد. فعلي مع أنه أفضل من سائر أنبياء الله السابقين إلا أنه بالنسبة إلى النبي عبد يجلس فيخصف عليه، يصلح علي النبي، وكان يفتخر علي بذلك، ولطالما سماه النبي صلى الله عليه وآله خاصف النعل، خليفتي هو هذا خاصف النعل. نعم، هذا هو اعتقاد المسلمين الحقيقيين. أما أولئك الذين انحرفوا عن جادة الإسلام فعقائدهم في هذا الشأن تختلف، وإن كان المشهور عندهم، نحن لا ننكر ذلك، أن المشهور عندهم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا يصادم النصوص الصحيحة الصريحة عندهم في أنه ليس النبي الأعظم هو سيد الأنبياء، بل هنالك من هو أعظم وأفضل منه، وهذا ما سبب إرباكا عندهم، جعل بعضهم يتوقف في هذه المسألة، جعل بعضهم يتوقف في أنه أصلا هل النبي أفضل الخلائق أم لا. مثلا انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه
برقم 4374، بسنده عن أنس بن مالك: كذاب آخر من الكذبة، ثلاثة كذابين كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله بكثرة، كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه في مضمون ومؤدى حديثه: أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة لعنه الله. لعنة الله عليهم أجمعين. هؤلاء لوثوا سمعة النبي وتراث النبي، ووضعوا من الأحاديث على لسانه الكم الكثير الذي نحن إلى اليوم نعيش مآزق بسببه، بسبب هذا الكم من الأحاديث الموضوعة. فهذا الكذاب الآخر وذاك الحديث الذي انتهينا منه كان حديث من؟ أبي هريرة. وقبل أن أنتقل إلى هذا الحديث الثاني، لاحظوا مسألة أيها الإخوة، إذا تأملتم في الحديث الأول ذاك تجدون فيه أصابع اليهود، هو حديث ذو نكهة يهودية هكذا، مؤداه هو هذا الخدش في أنبياء الله، واليهود كانوا على هذه، ما زالوا أيضا هذه عقائدهم. أنت افتح توراتهم المحرفة هذه الرائجة اليوم تجد فيها كما بينا غير مرة شنائع تنسب إلى أنبياء الله العظام صلوات الله عليهم أجمعين. فالأحاديث هذه التي تأتي كذلك هي من هذا القبيل، تجدها أحاديث عليها بصمات اليهود هكذا، تنقص من شأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وترفع من شأن أنبياء آخرين، سيما أنبياء بني إسرائيل. هذا الذي يلاحظ في تلك الأحاديث أو هذه الأحاديث كذلك. مثلا لاحظوا ما رواه مسلم في صحيحه برقم 4374 عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظ، ذاك إبراهيم عليه السلام. معنى هذا الحديث أنه ليس نبينا أفضل الأنبياء وخير البرية، وإنما إبراهيم عليه السلام. فهذا حديث صحيح عند طائفة البكريين، صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله، حاشاه طبعا، يقول: أنا لست خير البرية، غيري خير البرية، إبراهيم هو خير البرية. حديث آخر، وهذا سبق وتعرضنا له غير مرة وأشرنا إليه، عن أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين صلى اللهم الله صل عليه على وسلم، أنه محمد هذا هو المصطفى على العالمين، خير العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، موسى هو المصطفى، هو خير البرية. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وآله المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، أي أن موسى خير مني، أفضل مني، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، واقف بقوة في جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي
أو كان ممن استثنى الله. هذا حديث يقول القوم إنه صحيح، أخرجه البخاري برقم 2246. فعلى هذين الحديثين، كيف لمن يعتقد بما رواه البخاري ومسلم، وأن كل ما أخرجاه صحيح ثابت النسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف لهذا الإنسان أن يزعم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خير الأنبياء وسيد الخلائق وخير البرية وأفضل من خلق الله عز وجل؟ أنى له ذلك إلا أن يلجأ إلى التأويلات البعيدة جدا كما صنعوا مع هذين الحديثين ونظائرهما، فإنهم أيضا زعموا ها هنا أن النبي يقول هذا على سبيل التواضع، على سبيل يعني هضم النفس وما إلى هنالك، مع أن القوم عميان لا يلتفتوا إلى أنه في صحاحهم نفسها أحاديث أخرى ما كان النبي يهضم نفسها فيها. ما كان النبي صلى الله عليه وآله إلا مصرحا بالحق فيها، في تفضيل نفسه على سائر الأنبياء بلا حرج، لأننا قلنا هذا دين لا يتمكن النبي صلى الله عليه وآله من أن يعني يلغيه أو لا يبينه بداعي أنه لا بد أن أتواضع. ليس له أن يتواضع، حرام عليه أن يتواضع في شأن العقائد، يتواضع في الأخلاقيات في هذه الأمور، أما هذه عقيدة، هذا دين. لاحظوا مثلا نفس ما مع أنه مسلم في صحيحه أخرج هذا الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا خير البرية، فقال رسول الله ذاك إبراهيم عليه السلام، ومعنى هذا الحديث أن النبي يقر بأن إبراهيم أفضل منه، إلا أنك تجد في نفس صحيح مسلم حديثا آخر النبي يصرح فيه بأن إبراهيم دونه في المرتبة، دونه في الفضل، إلى حد أنه في يوم القيامة إبراهيم يكون محتاجا إلى النبي، إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، إبراهيم الذي هو خليل الرحمن ومن أنبياء أولي العزم العظام. حديث مفصل أخرجه مسلم برقم 1356 عن أبي بن كعب، فيها أن النبي صلى الله عليه وآله يعدد ثلاثة أمور سأل الله عز وجل فيهن، فيقول الأمر الثالث أنا أخرته إلى ذلك اليوم إلى يوم القيامة، فيقول وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، يعني كل الخلائق يحتاجون إلي، يرغبون إلي، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هكذا مكتوب، يقول حتى إبراهيم يحتاجني في ذلك اليوم. وأجمع شراح هذا المقطع في هذا الحديث إلى أن مفاده أن النبي صلى الله عليه وآله يبين أنه أفضل من إبراهيم، سيد إبراهيم لا شك ولا ريب، لأنه إذا كان إبراهيم محتاجا إليه يوم القيامة فكيف يكون أفضل منه؟ إذا كان أفضل منه فالمفروض أن يكون العكس، أن النبي يحتاج إبراهيم صلوات الله عليهما وآلهما الطيبين الطاهرين. إذن هذه إرباكات وتناقضات في عقائد الطائفة البكرية، ونقول هذا إن الأبناء الطائفة هذه مخدوعون مع الأسف، ففي حين كلهم تربوا كما اتصل هذا الأخ من الجزائر عبد الله في الأسبوع الماضي، تربوا على أنه يعني عقيدتنا هي أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلائق، وهذا عليه إجماع، وأن النبي سيد الأنبياء،
فينصدمون حين يكتشفون أن صحاحهم وأحاديثهم التي يلتزمون بصحتها، قلت نحن لو كان القوم يقولون لا نحن نترك هذه الأحاديث، وهذا في الواقع يعني ما نتمناه منهم، أننا نتمناهم أن ينظروا إلى البخاري ومسلم لا نظرة أهل الكتاب إلى كتبهم المقدسة، وإنما نظرة نقدية فاحصة تمحيصية، فيرد بعضا من هذه الأحاديث. هذا يكون مفتاحا في الواقع لحل كثير من المشكلات وتنزيه العقيدة من الشوائب، تخليصها من الشوائب، ومن ثم الاعتراف بحق أهل البيت صلوات الله عليهم، لأن إذا نقدنا هذه الكتب وأخرجنا سقيمها فإنا مثلا سنكتشف أن هذه الأحاديث التي تروى والتي مضمونها أن أهل البيت ليسوا هم الأئمة الشرعيون المنصوبون من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وآله، تلك المكذوبات تسقط بطبيعة الحال، وتثبت الأحاديث التي يكون فيها بيان حق أهل البيت وأنهم القيادة الشرعية من بعد النبي صلى الله عليه وآله لا غيرهم. فلو كانوا يصنعون هذا لمشوا في طريق الحق، ولكن حيث أنهم منذ البداية أغلقوا عقولهم وقالوا لا كل ما في البخاري ومسلم صحيح، فإنهم أغلقوا على أنفسهم أبواب الهداية. هذه مفاجأة تعتبر لأهل الخلاف، وبالفعل اختلف بعض علمائهم في ذلك، وقد سميت منهم الألباني. الألباني حيث أنه رجل يعرف عند أهل الخلاف بأنه يعني من أهل الحديث، يعتبر من هذا الاتجاه، يتعصب للأحاديث التي هي صحيحة السند على مبانيهم، لذلك يقع الأمر عنده شيء من الإرباك، لذلك تجد في تصريحاته، في أقواله، في ردوده، ما يومئ إلى أنه في شك وتزلزل عما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلائق. نعم، هو ذكر في كلماته في أكثر من موضع أن النبي أفضل الأنبياء، مثلا حين يصلي عليه مثلا اللهم صل على صلى الله عليه وآله، ولكن هذا على ما هو جار على الألسن. إذا أردت أن تدقق أكثر وتلاحظ أكثر تجد في طيات كلامه أنه كأنه متزلزل. لماذا؟ لأنه ماذا يصنع مع هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا بأن لا نخيره على موسى، معنى ذلك أن موسى أفضل منه، يبين أن إبراهيم هو خير البرية وليس أنا. الرجل جاء وقال السلام عليكم، شنو قال له؟ يا خير البرية، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال ذاك إبراهيم. فماذا يصنع الألباني؟ يقول الألباني مثلا في رده على البوطي في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، الصفحة 348، يقول: وأمر ثالث وأخير، وهو أن الدكتور، أي الدكتور البوطي، قد ادعى أن النبي أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق، وهذه عقيدة وهي لا تثبت عنده، أي على مبنى البوطي، إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أي بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة. فأين هذا النص الذي يثبت كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ أين هذا النص؟ يقول: هذا النص الذي يكون إما آية قطعية الدلالة أو حديثا متواترا قطعي الدلالة، يقول مفقود. إن قلت حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر يناقشك، يقول هذا إن تم فيقصد عموم بني البشر، عموم بني آدم، ولا يقصد جميع الخلائق،
بمن فيهم الملائكة، بمن فيهم الأنبياء العظام، المرسلين العظام. يقول: ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، أن كون النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلائق على الإطلاق أم لا. وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لعنه الله. هو يقول: ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. هذا كلام الألباني في هذا المقام. والأمر واضح أيها الإخوة، لماذا يعني يتناقض القوم أو يرتبكون أو يتضاربون في مثل هذه الأمور؟ السبب هو هذا: طائفة منحرفة تأخذ دينها في غفلة عن الكذابين. أنا أعلم أنه معظم أهل الخلاف لا يعتقدون بأن هؤلاء كذابون ويصرون على الأخذ منهم، نزر يسير منهم فقط يصنع هذا. هؤلاء الذين يعني ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولكن عامتهم بمن فيهم حتى مشايخهم ويعني قصاصهم ومن أشبه، هؤلاء لا يظنون أبو هريرة، أنس بن مالك، عائشة، هؤلاء صادقون. فلذلك يأتيهم الشيء وخلافه ويضطرون حين ذلك إلى التوفيق، فقط ما عنده شغل غير يأول ويحاول يوفق بين الأحاديث المتضاربة والأدلة المتعارضة بأي شكل من الأشكال. طيب، وليش كل هذه الدوخة؟ ليش كل هذا التعب؟ وعندك المعين الصافي هناك، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، سلام الله عليه. يروح هناك يعلمونك الشارع، يعلمونك الدين، يعلمونك الإيمان، يعلمونك العقيدة، معين صافي وماء زلال. اذهب إلى هناك وتعلم منهم. المشكلة أن القوم ما زالوا مصرين على مقاطعة تراث أهل البيت، مقاطعة أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، لا يريدون النظر في هذا التراث. نعم، يصنعون من ساق إليه هذا الأخ من الجزائر وأمثاله، هذا الذي يصنعونه، أنه يفتشون في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عما ظاهره شنيع، ويستخرجون هذه الأمور وينشرونها على الملأ زاعمين أن هذا شنيع، وهم تارة لم يفهموه على وجهه، تارة لا يدرون أن لديهم مثله وأضعافه، ولا يعرفون أصلا قول الشيعة فيه، أنه هل هذا دليل معتبر أم ليس بمعتبر، مأخوذ به أم ليس بمأخوذ به، ويضيفون إليه شيئا من الأكاذيب والبهارات الهندية المعروفة وينشرونه على الملأ. فهذا المسكين هم الأخ وغيره يأخذون هذه الأحاديث ويقولون: وا إسلاما، انظروا إلى الروافض ما يقول. هنا المأساة. يعني مثلا هو اتصل وماذا قال؟ قال: إنه أنتم تعتقدون بأن الأئمة أعظم من نبينا صلى الله عليه وآله، وهذا لا يقوله شيعي واحد. قلت لك: أمير المؤمنين عبد من عبيده، تقول لي نعتقد بأن الأئمة؟ من أين أخذت هذه العقيدة أو هذا التصور عن أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هكذا يعتقدون؟ أخذته من الإعلام البكري، هذه الأبواق البكرية الكاذبة المخادعة التي تكذب على الأحياء، فكيف على الأموات؟ وأظنه هو وغيره ممن تابعنا الآن على هذه القناة أو على المواقع أو من أو ما أشبه، رأى بنفسه كم أكذوبة أخرجوها ونشروها عني في هذه الآونة الأخيرة، هكذا جهارا نهارا بلا استحياء، بلا استحياء، مرة موتوني
في حادث سيارة. مرة جعلوني أصاب بالسرطان، مرة جعلوني ما أدري مختبئ وأتنقل بجوازات مختلفة، مرة جعلوني ما أدري كذا وكذا، ما أتذكر، كثير أكاذيب. هذا على الصعيد الشخصي. مرة وعلى صعيد ما ينسبونه إلي من أقوال وآراء، فحدث ولا حرج، نسبوا إلي كذبا وزورا وافتراء بلا حياء ولا استحياء، نسبوا إلي أني أقول بتحريف القرآن. هذا الشاذ جنسيا اللي دمشقية. دمشقية نسب إلي هذا الأمر، والعرعور ما أتذكر شنو نسب إلي، شنو كان نسب إلي ما أتذكر، راح أنت رواية. ذكرتني ذات مرة أيام ضجة عائشة، ما أتذكر. المهم أيضا نسبوا إلي أمور، عرعور وغير عرعور، نسبوا إلي أني أمرت بوجوب هدم جميع مساجد الطائفة البكرية وسميتها مساجد ضرار، وأقاموا الدنيا وسووا لنا قصة هؤلاء نواب مجلس الأمة في الكويت ونواب مجلس الأمة في البحرين أو مجلس النواب في البحرين، نعم. وأنه نطالب بريطانيا بأن تسلم هذا المجرم الإرهابي الذي يريد أن نهدم بيوت الله. شوف سبحان الله، أكو مثل الآن هؤلاء بعض المحللين يطلعون يقول لك شنو، محللين هذول في الأخبار وما أشبه، إذا ينفعل مثل هؤلاء الآن الذين يدافعون عن النظام السوري شنو يقول؟ يقول لا يحق للعاهرة أن تتحدث عن الشرف، هالشكل شيء عندهم الآن، عبارة نعم. رائجة على الألسن. فهذا البحريني الموالي للنظام البحريني ولعصابة أبناء البغايا من آل خليفة هكذا، يعني الذي يهدم بيوت الله آل خليفة في البحرين جهارا نهارا، يعني أمام كل الكاميرات وأمام كل عدسات التصوير يشاهدون كيف أنه الجرافات تأتي وتهدم بيوت الله والمساجد وتحرقها وتحرق ما فيها بما فيها كتاب الله تبارك وتعالى، ومنشور كل مكان الآن بكبسة زر في الإنترنت، روحوا طالعوا مليان هذه المقاطع. فهذا يعني الذي هو هكذا حاله يروح يرمينا نحن بأنه نحن أمرنا بهدم بيوت الله. على أي أساس هكذا روجوا عني؟ على أساس خطاب لي كان بعد تفجير مرقد أو مرقدي الإمامين الزكيين العسكريين صلوات الله عليهما في سامراء المقدسة، قلت أنه لا بد من هدم مساجد الضرار التي تتبع هيئة علماء المسلمين اللي على رأسها حارث الضاري وأمثاله، لعنة الله عليه. حيث اكتشف أن هذه المساجد في الرمادي في ما أدري وين في العراق، وكان الأمر منشورا معروفا، يعني وسائل الإعلام كانت في حينها تتحدث عن ذلك، كانت هذه المساجد قد تحولت إلى مراكز لتخزين الأسلحة والمتفجرات ولتدريب وإعداد الخطط للإرهابيين. فهذه مساجد تأخذ حكم مساجد الضرار في الإسلام، ومساجد الضرار تهدم، كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله مسجد ضرار الذي كان في المدينة الذي أسسه أبو عامر الراهب أو الفاسق ومن أشبه من المنافقين. وفي نفس الخطبة أو في نفس الخطاب أكدت على أنه بقية المساجد البكرية التي لم تتحول إلى مثل هذا، هذه تحفظ على حالها. بتروا هذا المقطع الثاني وأخذوا المقطع الأول وقالوا إنه ياسر الحبيب يدعو إلى هدم مساجد أهل السنة ويسميها مساجد ضرار. لماذا الكذب؟ لماذا التدليس والخداع؟ لا يلجأ إلى هذا إلا من هو مهزوز
لا يستطيع أن يواجهك بما أنت تقول حقا، فيلجأ إلى الكذب. هذه هي مشكلتنا مع الطائفة البكرية. وبقية من يمثلونها اليوم لم يعد لديهم منصف يحكم بالإنصاف. من جملة الأمور، وقد طال الوقت ولكن أنا أتعرض إلى بعض الشبهات التي أو الأسئلة التي طرحها كاعتراض على ما طرحناه هذا الأخ من الجزائر، ولن أتعرض إلى كل ما فيها لأني لا أريد أن أشتت البحث أيها الأخوة. ولذلك أطلب منه ومن جميع المتصلين أنه تحاول أن تحصر نقاشك في الورقة البحثية، لأنه هذا ملف. لجوءك إلى أنه هكذا تدخل الأمور، تبعثر الأوراق وتشتت ذهن المتلقي، ذهن السامع، هذا لا يمكن أن نقبل به. لست أمتنع عن نقلي أو عن الإجابة على هذه الشبهات أو على هذه الأسئلة، بالعكس صدري رحب إن شاء الله تعالى في هذا الشأن، ولكن أريد أن أتم موضوعي. فإذا أنت في كل مرة بعدما نطرح ورقة بحثية ونلجئك إلى زاوية ضيقة هكذا لا تستطيع الفرار منها، فتحاول أنت أن تطرح موضوعا وملفا آخر، فما الذي يحصل؟ هذا الموضوع الأول الذي أريد أن ألزمك به تهرب منه، فلا يثبت شيء على قراره. ونحن إنما نريد أن نبين زيف العقائد البكرية وأنه لا يمكن أن يعتمد عليها وأنها عقائد مخالفة للإسلام الحق. على سبيل المثال، هو طرح يعني مسألة قصة الحمار يعفور، نعم، وتهكم على ذلك وقال بأنه الشيخ يدعونا دائما إلى أن نعمل عقولنا، فقل لي أحمار يتكلم ويتكلم هكذا مع النبي صلى الله عليه وآله، أنه يقول له لما ركبه النبي صلى الله عليه وآله: حدثني بأبي أنت وأمي، حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان يركبه إبراهيم الخليل أو نوح النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون من نسلك، أي ذلك الحمار الجد، سيكون من نسله حمار يركبه خاتم النبي صلى الله عليه وآله. وبالفعل هذا كان حمار النبي صلى الله عليه وآله، وكانت هذه معجزة للنبي أنه ينطق هذا الحمار في حديثه مع النبي صلى الله عليه وآله على مستوى إدراكه. هو يقول أنه كيف يقول للنبي بأبي أنت وأمي؟ شنو يعني الحمير يفدون النبي؟ نعم الحمير يفدون النبي، والحيوانات تفدي النبي، والخلائق يفدون النبي. قد يقول أنه كيف هذا يعني إهانة للنبي أنه يقول أنه الحمار أفدي به النبي؟ هذا على مستوى إدراك الحمار. نحن نعلم أن الحيوانات لها مستوى من الإدراك ضعيف بالقياس إلى العقول البشرية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا معنى التسبيح، هذا معناه أنه لهذه الخلائق شيء من الإدراك، وإلا لما تحدثت النملة في قصة سليمان، لما تحدث الهدهد، لما تحدثت الطيور، لما تحدثت الحيوانات على اختلاف أنواعها. الحمار من مخلوقات الله تبارك وتعالى. نعم هو من المراتب الدنيا بالقياس إلى البشر، ولكن مستوى إدراكي هو هذا. الحمار أعز ما لدي، هذا الحمار أبوه وأمه، فيقول يا رسول الله أنا أفديك بأبي وأمي. لا يقول الحمار أنا أفديك بالمسلمين أو أفديك بالناس، هذا جنس وذاك جنس. أي شناعة في هذه العبارة؟ أي مشكلة؟ يأتي للتهكم أنه هذا سند حمير، أنه حدثني أبي عن جدي عن كذا عن كذا. شنو أي سند حمير؟ عن ماذا تتكلم؟ نحن نتحدث عن حيوان يتحدث عن أنه تلقى هذه المعلومة من آبائه في هذا الجنس، أنه سيكون هنالك
في هذا الجنس، في هذه السلالة، سيتشرف أحدها من هذه الحيوانات، من هذه الدواب، بأن يركبها خاتم النبيين صلى اللهم الله صل عليه على وآله. محمد ما وعلى هي المشكلة؟ لمجرد أن العبارة تشبه يعني الـ 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 الأسناد التي تكون في بدايات الأحاديث، والحديث يستمر ليبين معجزة النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الحمار، وأنه هذا الحمار لما النبي صلى الله عليه وآله استشهد وغيبه الثرى لم يتحمل هذا الحمار الأمر فذهب ومات، كما أن الغصن كان يحن للنبي صلى الله عليه وآله ويصدر أنينا. نعم. هذا حيوان، هذا مستوى إدراكي. هذا حديث روي عندنا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصلا ولا شناعة فيه على الإطلاق، إلا اللهم لأنه حمار. يعني شوف، مجرد لكونه حمارا فجعلوا القضية هكذا، أنه هذا أمر شنيع ويستهزئون به ويتمسخرون وإلى آخره، وجعلوه سخرية القضية هكذا. وبدلا من أن يلتفتوا، إذا كنتم رجالا حقا في العلم، فتعال وأشكل على النقاط العقائدية، على الأصول، على ما نحن نفترق به عنكم في مهمات المباحث، في الأمور المهمة، في القضايا العقائدية، في قضايا الأصول. مو أنه تأتي إلى مثل هذه الآثار وتجعل منها يعني قصة كبيرة. وهنا قاصمة الظهر، هذا الذي سأعرضه، قاصمة ظهر، أنه هذا المخالف المسكين المخدوع الذي تلقى هذا الأمر، أنا أعلم هذا الأخ، مو هو بنفسه ذهب وطالع مثلا كتاب الكافي الشريف وطلع منه هذه الرواية، لا، وإنما هاي المنقولات اللي ينقلوها على الفضائيات والإنترنت وما أشبه، أنه انظر الشيء عندهم سند حمير هالشكل، ولا ينظر إلى الوجه المشرق في هذه الرواية أو في هذه القصة، لا ينظر إلى أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه تكلم حمار أنطقه الله عز وجل بما أثبت نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وشرفه عند الله، لا ينظر إلى هذا الجانب المشرق، ينظر إلى جانب آخر حسبه مظلما وما هو بمظلم. هذا مستوى إدراك الحمار، هذا مستوى إدراك هذا الحيوان. ما الفرق بين الحمار وبين النملة التي تحدثت؟ ما الفرق بين الحمار وبين الهدهد الذي تحدث؟ سليمان كان يتعاطى مع كل الحيوانات، كان يتحدث مع كل الحيوانات، بما فيهم الحمير، بما فيهم البغال، شنو المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يتحدث مع هذا الحمار، الله أنطقه، هذا أمر لا يخالف العقل أبدا. ثم قاصمة الظهر التي أنت غافل عنها وأمثالك غافلون عنها، أنك لا تعلم أن نظير هذا الحديث موجود عندكم، موجود نظير هذا الحديث عندكم، وفيه تفصيل أكثر واسم لذلك الحمار. بس هذا الحمار عندنا أنه ماذا؟ أنه النبي سماه يعفور، لأنه كانت عادة النبي صلى الله عليه وآله يسمي الأشياء، سواء الدواب التي يركبها أو المقتنيات التي عنده، نعم. مثلا السيوف، الدروع، البردة التي يرتديها، مثلا الرداء، كذا كان يسميها، العمامة، السحاب مثلا، وأمثال هذه الأمور. فهو الذي أطلق عليه أنه يعفور. أما أنه هو الحمار، يسأله النبي عن اسمه كما في رواياتكم فيقول اسمي يزيد، اسمي يزيد بن شهاب. هذا هو اسم من أسماء الآدميين، من أسماء الإنس، لا يتصور أنه يكون اسما من أسماء الحمير يعني، أو من أسماء الحيوانات. لما لم تنظر إلى مثل هذا في مصادرك؟ لاحظ مثلا في تاريخ دمشق، يقول بسنده
إلى أن يقول عن أبي منظور قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني خيبر، فتح خيبر، أصاب 4 أزواج ثقال، 4 أزواج خفاف، و10 أواقي ذهب وفضة، وحمار أسود مكبلا. هذا حمار لونه أسود وكان مكبلا. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله الحمار، فكلمه الحمار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب. أخرج الله عز وجل من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي. قد كنت أتوقعك أن تركبني، لم يبق من نسل جدي غيري، فأتوقع أنه أنت تركبني، ولا من الأنبياء غيرك. قد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت أتعثر به عمدا، يركبني اليهودي ما أقبل، أتعثر به، وكان يجيع بطني، ما يغذيني هذا اليهودي لأني أعصيه، ويضرب ظهري. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فأنت يعفور، يا يعفور. قال: لبيك. قال: أتشتهي الإناث؟ قال: لا. قال: فكان رسول الله، يعني الراوي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركبه في حاجته، وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شوف مستوى الإدراك عند هذا الحمار، أنه هو يذهب يكون بمثابة يعني خادم النبي، فإذا وصل النبي إلى مكان هذا الحمار يسبقه، يقرع الباب برأسه ويقول له: أجب النبي، ترى النبي يريدك. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان، فتردى فيها جزعا على رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت قبره. هذا حديث نظير هذا الحديث الذي عندنا، مع التفاصيل التي قد تكون بعيدة عن التصديق. ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الذي عندنا؟ لماذا لم تشنع على هذا الحديث الذي عندك؟ ما هو السبب؟ يعني باؤنا تجر، أو العكس، باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ لماذا ترمي الناس؟ ألمجرد أنك فقط تريد أن تشوه سمعة الرافضة؟ وعلى أي أساس؟ هو قال هذه العبارة، أنا أتذكرها جيدا، قال: حمار يتكلم. الشيخ يدعونا إلى إعمال العقل. حمار يتكلم، إيه حمار يتكلم؟ إذا أنطقه الله ما المشكلة؟ مخالف للعقل؟ هو بعدين طبعا أحس بهذه المشكلة فقال: لا، نحن لا ننكر يعني قدرة الله عز وجل، وأنه إذا صح النقل سلم العقل، القاعدة المعروفة. طيب يا أخي، صح النقل سلم العقل، ما هي المشكلة الآن في قضية الحمار يعفور؟ إذا أردت في الواقع ما قد يكون بعيدا حقا عن التصديق في قضية الحمير أو الحيوانات التي تتكلم، فانظر إلى هذا الحديث الذي ترونه أنتم. هذا حديث أخرجه البخاري، وأخرجه كذلك مسلم. الحديث رقمه عند البخاري 3284، والرقم عند مسلم 1857. ولكن قبل أن أنقل لكم هذا الحديث أيها الإخوة، لاحظوا مسألة. تارة نتحدث عن أن أنبياء الله
كمعجزة من الله عز وجل لهم أو ككرامة من الله عز وجل لهم، ينطق يعني ينطق حيوانات لهم. هذا أمر قريب إلى التصديق، هذا أمر لا مرية فيه. ولكن أن الله عز وجل ينطق حيوانات تتحدث مع أناس عاديين يتكلمون معهم، فهذا أمر بعيد عن التصديق. لماذا؟ لأنه لم تجري عادة الله عز وجل على أن يخرق قوانين الطبيعة لأمور لا طائل من ورائها. يعني الله يخرق قوانين الطبيعة للأنبياء، هذا أمر معقول، هذا من حكمة الله عز وجل. ولكن أي حكمة في أنه مثلا رجل يركب بقرة فتتكلم معه البقرة وتقول له لا تركبني، لا تركبني، لم نخلق لهذا، خلقنا للحرث مثلا. أي حكمة في ذلك؟ الله عز وجل والعياذ بالله ليس سفيها، وإنما هو حكيم، ولذلك لا يتصور، بعيد جدا، أنه تتحدث الحيوانات مع بعض البشر العاديين، ليسوا بأنبياء، ولا فائدة من ذلك، لا فائدة. المخالفون عندهم حديث، إذا كانوا يستشنعون علينا أو يشنعون علينا أنه الحمار يعفور تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وبين له أنه هو يعلم من آبائه أنه سيكون مركوبا لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، مع أن الحديث موجود نظيره عندهم، ولا فرق بين الاثنين أبدا، بين الحديثين، ومع أن الأمر معقول كونه معجزة وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن العجيب أنهم في أحاديث أخرى يثبتون فيها أن حيوانات تحدثت مع أناس عاديين، وصيغة هذه الأحاديث كلها صيغة، أي صاغوها، صاغوها لماذا؟ لإثبات فضيلة لأبي بكر وعمر رحمة الله عليه، أنه أبو بكر وعمر يعني يؤمنون بهذه الأمور، يعني الخارقة، يؤمنون بهذه الأمور التي تخالف العادة. لاحظوا هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم، أيضا عن صاحبنا هذا الكذاب أبو هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح. طبعا صلى الله عليه وآله من عندي، هو دائما يصلون صلاة البتراء صلى الله عليه وسلم، يقولون صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. مثل هذا صاحبنا من الجزائر يقول: سبحان الله، حمار يتكلم، هذا مثله. قال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وآله: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يعني إذا أنتم ما تصدقون، ترى أبو بكر وعمر في قمة الإيمان، يصدقون أنه بقرة تتكلم مع هذا الرجل الذي ركبها. قال: وما هما ثم، يعني ما كان أبو بكر وعمر موجودان في المكان بعد صلاة الصبح، كانوا في مكان آخر. وبين رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلبها حتى استنقذها منه، فقال له الذئب: استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وآله: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. الله. شفت شلون؟ يعني حتى يصنعون لك فضيلة لأبي بكر وعمر. أبو هريرة يريد يصنع فضيلة لأبي بكر وعمر، أنهما كانا يعني يؤمنان بالغيب،
كما ينطق عنه النبي صلى الله عليه وآله. جاءوا بهذه القصة التافهة السمجة السخيفة، أنه بقرة وذئب يتكلمان مع رجلين عاديين ليسا بنبيين، رجلين عاديين. هذا الأمر أتراه معقولاً؟ أعني هل تراه قريباً من التصديق؟ أم هو واضح أنه محاولة لتفضيل أبي بكر وعمر وتعظيم شأنهما؟ وإلا أية حكمة؟ شوفوا الإعجاز، لماذا الله عز وجل مثلا يخلق معجزة أو يجري معجزة لنبي من أنبيائه؟ لإثبات النبوة، لأن المقام مقام تحدي، مقام تحدي أكون. هنالك تحدي من قبل المشركين مثلا، من قبل أعداء ذلك النبي، تحدي له في أنه مثلا ينطق مثلا هذه الدابة، يخرج هذه الناقة من الجبل مثلا، يحيي الموتى، يشق القمر نصفين، هذه المعاجز. فلأنه يكون الأمر في مقام تحد، فالله عز وجل يخرق نواميس الطبيعة إظهارا لمعجزة، إظهارا لصدق ذلك النبي، هذا واضح. أما بالله عليك أخبرني الآن، هذا الرجل الذي ركب هذه البقرة، وهذا الرجل الذي كان في غنمه ومعه هذا الذئب واستنقذ منه شاتا، أي مقام للتحدي كان فيه هذان الرجلان حتى الله عز وجل يجري معجزة لهما فينطق لهما بقرة وذئبا؟ أي مقام للتحدي ها هنا؟ لا مقام، الأمر واضح. فلذلك يكون الأمر بعيدا عن التصديق، سيما إذا لوحظ أنه جاء في باب ماذا؟ يعني أخرجه البخاري في أي باب؟ في باب فضل أبي بكر، يعني فضل أبي بكر وعمر. مسلم أخرجه في باب فضائل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة. يعني يريدون أنه هكذا كأنه يستنسخون قصة يعفور وغير يعفور، أنه تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وكانت معجزة وكذا، يحاولون يستنسخون أمثال هذه القصص، يقلدون هذه القصص هكذا ويجعلونها في فضل من؟ أبي بكر وعمر. ميلوق ياشين السرج على البقر، ما يصير. يعني تخلون أنه أبو بكر وعمر يعني كانوا يؤمنون بأنه بقرة تتكلم، ذئب يتكلم إلى آخره، هذا فيه من الوهن ما فيه. الوقت قد طال ونريد أن نفتح المجال إن شاء الله تعالى للمتصلين. هنالك بعض الأمور الأخرى، مثلا هذا أيضا ذكر أمرا ولعلي أعلق له، أعلق عليه إن شاء الله تعالى في المستقبل، في قضية أنه النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله ما كان له غيرة إذ جعل عليا عليه السلام مع عائشة في لحاف واحد. إن شاء الله نرجع للحلقة اليوم. هذا نخلي إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. يلا نفتح باب الاتصالات. السلام عليكم. بس شيخنا قبل لا كنت أبي أنبهك على موضوع، كان في ملاحظة من شيخ أو سؤال يطلب من عندك أنك تخصص برامج الرد على الشيعة نفسهم، وكنت أبي تجاوبه في الحلقة اللي فاتت. إيه صحيح. بس أنا أذنك بس أخذ هل يمكن اتصال على الأخ لأن لا ينقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم نورين. منو معاي لو سمحتي؟ معك هدى الأموي. من وين تتكلمين؟ من العراق، من كرملة. إيه حياك الله، تفضلي. حياكم الله. شيخ ياسر، إذا ممكن بس سؤال بسيط بالنسبة للرسول النبي محمد صلى الله عليه
اللهم صل على محمد. أو عن النبي معصوم وهذا الشيء يعني إحنا متأكدين من عنده، بس أنا قرأت إنه أكو حديث لعائشة لعنة الله عليها، بعض الأحاديث اللي تسقط عنا العصمة واللي تذكر إنه الرسول كان ينسى وكان يشهو وتسقط عنا بعض الآيات. فأنا اتصلت بإحدى القنوات الوهابية، ولما ذكرت الموضوع قالوا إنه النبي صحيح معصوم، لكن ممكن للمعصوم أن ينسى أنه هو بشر، والبشر أكيد رغم كونه معصوم ورغم العصمة اللي عنده لأنه النسيان شيء طبيعي. ما أعرف يعني شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ ان شاء الله نجاوب على سؤالك. مشكور اختي هدى وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله، حياك الله. تبي سماحتكم تعقب على هذا ولا ناخذ الاتصالات اللي تريحك؟ يعني بس حتى لا انسى، لانه هذا الاخ ربما نعم. سال وكانت مداخلته جدا مهمه، انه نعم. كان يعني قد طلب مني انه نتناظر مع بعض عمائم العالمين الثالث والرابع والبتريين كذلك، الذين يعني يحاولون أن يختشوا في هذا المنهج الذي نتبناه ويزعموا بأنه هذا يعني ليس فيه استدلال بالروايات الصحيحة من طرفنا يعني، وأمثال هذه الأمور، أو أنه يقولون أنه هذا ليس بمنهج صحيح. لا. ولا يخفى على الإخوة، يعني أرجو من جميع المؤمنين أن يلتفتوا جيداً، هذا افتراء علينا، يعني أننا نستدل بالضعيف أو غير المعتبر من أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم، هذا افتراء. مرده إلى أمرين، أحدهما الجهل، كثير من هؤلاء المعممين مع الأسف الشديد لا يدرسون جيدا، لذلك يتصورون لما يسمعون هذه الأحاديث التي نخرجها من أصولنا من أحاديث أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، يتصورون أنها أحاديث ليست بمعتبرة، مثلا الأحاديث التي تثبت أنه عائشة زنت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الأحاديث التي تكفر أبا بكر وعمر صراحة مثلا، أمثال هذه الأحاديث التي هي الآن مورد النقاش والحديث، هذا غير صحيح. ونحن الحمد لله نستدل بالمعتبر، ومن شاء أن يعرف مبنانا في إثبات المعتبرات من الأحاديث عليه أن يلاحظ دروسنا الحوزوية في علم الرواية والدراية والرجال، هذا أمر أو هذا سبب. السبب الآخر، بعض يعلمون أن هذه معتبرة ولكن يجحدون ذلك إرضاء للجمهور ومحافظة على المصالح القائمة فيما بينهم وبين بعض الطوائف الأخرى. كل الذي نطلبه من المؤمنين أنه يكونون فطنين إن شاء الله تعالى، يعني يتفطنوا إلى أنه هذا القول من هؤلاء ليس بقول صحيح، وإنما يلاحظون حقيقة هذا الذي نحن نطرحه ويدققون ويحققون حوله وسيكتشفون الحقيقة. نحن الآن في زمن نريد فيه أن نعرض الحق كل الحق بلا لف ولا دوران. أما مسألة أننا نناظر هؤلاء بشكل عام، أنا أقدر للأخ الكريم وأستشعر كذلك الألم الذي يعتصر قلبه، وأظنهما أخوان، يعني كان أيضا الأخ في الحلقة قبل الماضية أيضا طرح شيئا من هذا نعم القبيل، نعم يشبه الكلام، أي أنه نريد من الشيخ أنه يعني يتناظر مع هؤلاء البتريين ومن أشبه العمائم المنحرفة. يعني أن نحن نقدر أيها الإخوة يعني الآلام التي تعتصر قلبكم، لأنه هذا فساد مثل السوس من الداخل، وبالفعل هؤلاء يلوثون يعني سمعتنا كثيرا ويوقفون إنهاض الأمة الشيعية على النحو الذي نتطلع إليه، بحيث نكون نحن سادة الأمم إن شاء الله تعالى، ونمهد ونوطئ بذلك لظهور إمامنا صاحب الأمر أرواحنا في ذلك.
بشكل عام أقول إن من يعرض علي المناظرة من هؤلاء لا يسعني أن أرفض، يعني ليس منهجي بشكل عام أن أرفض التحدي من هذا القبيل، إذا كانوا مستعدين أهلا وسهلا. جربنا نحن سابقا، يعني هنا في لندن كان هنالك بعض هذه يعني الرجال عمام العالم العمائم الخامس والرابع. يعني التعبانة هؤلاء، ولوثوا سمعتنا كثيرا وافتروا علينا. أحدهم هنا سيد لا يستحي من نفسه، زعم أنه نحن نتلقى تمويلا من واحد تاجر سيكي، أعطانا تشيك مفتوح وقال أنه خذوا ما شئتم وفرقوا بين المسلمين. قال هذا يعني على الملأ، يعني في خطبه وفي كذا، لا يستحي من نفسه. وبعدين قلب القضية وقال لا، أنه ما أدري إسرائيل تدعمهم، بعدين قال بريطانيا، بعدين قال أمريكا، واحد آخر قال لا المخابرات الكويتية، وكأنه أنا مشكلتي مع الكويت سراب في سراب يعني. وإلى ما هنالك، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يأخذ بحقنا منهم بحق الزهراء صلوات الله عليها. فلما كثرت هذه الأقاويل كان هنالك بعض من المؤمنين، جماعات من المؤمنين يعني يترددون علينا وعلى هؤلاء، وكانوا يريدون معرفة الحقائق في هذا الشأن. فنحن قلناها صريحة أنه إذا كان عند هؤلاء الكفاءة العلمية ومستعدين للمناظرة في هذا الشأن أو الحوار، على الأقل محاورة، ندوة، سموها ما شئتم، لأنه قد كلمة المناظرة تجعلهم يعني شيئا ما يعني يخافون أو يتهيبون، إذا كان أهلا وسهلا إحنا مستعدين. ومن يكون هو معه الحق، ومن يكون معه الدليل الأقوى والبرهان الأجلى، لا شك هو الذي سينتصر. فقالوا هذه فكرة جدا جيدة وسنعرضها عليه. ذهبوا إلى هؤلاء فاستحقروا الأمر، قالوا أنه هذا منو هذا؟ هذا واحد جاهل، إحنا ما نتناظر معه هكذا. رجعوا إلي في الأمر، فضحكت وقلت إنه إذا كان الأمر هكذا فهذا أحرى للقبول، لأنه يفترض أنك حين تناظر جاهلا في ربع ساعة أنت تغلبه، يعني مو في مسألة صعبة يعني، فاقبلوا، وبالنتيجة قبولكم يعني سيؤدي إلى وأد هذا المنهج الذي نؤسسه نحن، لأنه أنتم عندكم مشكلة مع هذا المنهج، لا تريدون هذا المنهج الطائفي على حد تعبيركم أن ينتشر، تريدون تنويم المجتمع الشيعي أكثر فأكثر وإبقاءه هكذا خاملا، وأنتم تقولون هذا منهج خطأ يعني، فأهلا وسهلا تفضلوا، وسيظهر جهلنا أمام الناس وبشكل يعني سهل يعني. نتيجة لف ودوران وقالوا إحنا، أوشكوا على القبول ولكن قالوا سنأتي جماعة، وأنا قبلت كذلك وقلت أنه عندي استعداد، فليأتوا 100 مثلا وأنا لوحدي ما عندي مشكلة، إلى آخر لحظة بعدين ما وافقوا نتيجة. صارت محاولة أخرى عن طريق أحد الإخوة المؤمنين، يعني استضافنا في بيته، واستضاف أيضا اثنين من المعممين، وطرح هذه الأمور وقال أنا أريد أن أسمعكم يعني تتناظرون في هذه القضية. والحمد لله صار هذا الأمر، وكان في حضور أيضا جماعة من الإخوة المؤمنين، وصار نقاش وسجل هذا النقاش، والحمد لله لست أنا الذي أدعي، يعني الآخرون هم يعني الحضور الموجودين اللي كانوا موجودين يعني قالوا بأنه يعني لم يكن لهؤلاء حجة معنا، بل على العكس الحمد لله تعالى الله أظهرنا عليهم في الحجة وفي الدليل وفي البرهان. الشاهد هو هذا أيها الإخوة، لماذا نحن لا نطرح في قناة فدك نوجه مثل هذه الدعوة؟ إن يعني الأخ الكريم طلب منا أنه نحن وناشدنا أنه نحن نوجه الدعوة لهؤلاء حتى نفضحهم، فليتناظروا معنا على البث المباشر مثلا وتظهر الأمور. نقول أيها الأخ الكريم، عدم توجيه الدعوة من قبلنا إليهم حتى الآن هو لأن نحن منشغلون الآن بجبهة، هي جبهة النواصب والمخالفين ومن أشبه، ونحن نعلم أنه إذا نزلنا إلى هذا الميدان، إلى ميدان المناظرة مع الجهات المحسوبة على التشيع كذلك،
فستقع بلبلة أكبر وأعظم مما نحن الآن واقعون فيه. ونحن بصراحة قدراتنا محدودة ووقتنا ضيق، نريد أن نركز الآن في هذه الجبهة. لا أستطيع أن أقاتل على جبهتين، لابد أن أتفرغ إلى الجبهة الأخرى، على أنه الجبهة الأخرى مع الأسف الشديد أنه المقاييس مقلوبة صارت عند العوام. أنه الآن لو نحن طرحنا الآن مثل هذه الدعوة، مثلا أنا الآن مثلا لو أردت أنه أوجه الدعوة لمناظرة كمال حيدري مثلا، فماذا سيفهمون ذلك؟ يعني المجتمع كيف سيتلقى هذه الدعوة؟ سيقول شوفوا انظروا هذه محاولة جديدة منهم لتقسيم الطائفة، لزرع الفتنة والشقاق بين الطائفة، أو سيدعون أنه هذه محاولة لإثارة البلبلة ولإثارة النزاع وما أشبه وإلى آخره من أمور، أو محاولة للصعود الإعلامي وكأنه أنا ينقصني شيء يعني حتى أصعد إعلاميا. ما لا أدري ماذا أفعل مع هؤلاء، لأن المقاييس مقلوبة عند الناس. أرى أنه مع الأسف مجتمعنا الشيعي إلى الآن ليس مؤهلا لما نسميه مناظرات بينية بين الفئات المحسوبة على التشيع، والطرف الآخر أيضا غير مستعد. أنا أقول لك بكل صراحة الطرف الآخر غير مستعد. وإذا لاحظتم قبل سنة أو أكثر لما وقعت الضجة المفتعلة من قبل أنصار عائشة ودخل على الخط بعض هؤلاء الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى وجلدونا وفرونا بألسنتهم، ومن بينهم كمال الحيدري نفسه، حتى أنه لعننا في أوساط يعني الحوزة العلمية في قم، هؤلاء لما دخلوا على الخط نحن رددنا عليهم بقدر ما يدفع عنا المظلمة وبقدر ما يثبت الحق. فماذا قيل عنا منذ ذلك الحين إلى الآن؟ أنه هذا ياسر الحبيب هو الذي الآن يزرع الفتنة، سبحان الله، وكأنه ذلك الذي بدأ لم يكن زارعا للفتنة، دخل على الخط وهو يعلم ما كان بيننا وبين المخالفين ونحن نقاتلهم على الجبهة، على جبهة الحجاج العلمي، دخل على الخط وطعننا في ظهورنا، ما سكت، ما تركنا وحالنا، يعني لا لنا ولا علينا. ففي ذلك الحين قلت إذا كان الرجل مستعدا هذا وأمثاله أنه يتفضل حتى نتناظر في مسألة أنه هل يجوز على نساء الأنبياء ارتكاب الزنا أم يمتنع عليهم ذلك كما هو زعم عن جهل وغباء، إذا كان الأمر هكذا أنا مستعد، أهلا وسهلا فليتفضل. فالدعوة إجمالا وجهت ولكن لا أحد مستعد. ثم صدر كتابنا العلمي المفصل في هذا الشأن والذي تجاوز 1000 صفحة، وما استعد أحد منهم لأن يرده إلى الآن، إلا اللهم بالمصادرة والمنع كما فعلت حكومة إيران وكما فعلت حكومة العراق كذلك، والمحاولة يعني محاربة هذا الكتاب وهذا الطرح بأي حال من الأحوال وبأساليب خبيثة وملتوية وفيها حتى شراء، يعني نستطيع أن نقول هكذا، شراء ذمم بالأموال وما أشبه. الكلام أيها الإخوة كثير في هذا الجانب. أنا كل الذي أقول أنه صار حالي مثل حال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموقف. أمير المؤمنين اقرأوا في نهج البلاغة يقول ما مضمونه، أنه ما لي ولقريش إلى أن يقول وقالوا الحق أن تطلبه، في الحق أن تطلبه، أي حقك هذا في الخلافة والإمرة، في الحق أن تطلبه وفي الحق أن تتركه. صار حالي هكذا مع هؤلاء، أنا مبتلى بهم والله مبتلى بهم، يقولون لي في الحق أن تناظرهم، وقسم آخر يقول أيضا في الحق أن تتركهم حتى لا تحدث بلبلة وتنازع وشقاق في المجتمع الشيعي. فماذا أصنع؟ أدوس على نفسي، أدوس على جراحي في الواقع، وأكتم غيظي وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أرجئ هذا الأمر الآن
وأكتفي فقط بطرح العلم قدر ما أستطيع، وأترك الحكم للناس أنها هي تميز إن شاء الله تعالى بين من يكون ثقيلا في طرحه العلمي ولديه الدلائل والحقائق، وبين من يكون دون ذلك. الناس إن شاء الله تميز، ونحن نراها تميز، وشيئا فشيئا تنتقل إلى تبني هذا المنهج الذي نعول عليه الكثير إن شاء الله تعالى في إنهاض أمتنا الشيعية في المستقبل. ولكن إلى الآن كتوجيه دعوة مباشرة لا بد لنا من أن نرجئ ذلك، خوفا من تداعيات أخرى، خوفا من مضاعفات أخرى. وعلى كل حال، وعلى كل حال، أنه إذا كان أحد هؤلاء هو من يبادر فنحن مستعدون ونرحب، ولا يسعنا أبدا أن نتملص من ذلك. فاسعوا أنتم، يعني هذا الأخ المتصل إذا استطاع أنه يقنع أحدا من هؤلاء الذين يعارضوننا في هذا المنهج، عنده استعداد إلى أن يناظرنا على الملأ بشخصه، على أن يكون يعني شخصية معروفة، مو يعني شخصية يعني لا وزن لها. فإذا كان مستعدا، إذا استطعتم أن تقوموا أنتم بدور الوسيط في هذا الشأن، فنحن على أتم الاستعداد، ولا مناص لنا حينئذ إلا أن نقبل. بس سماحة الشيخ، الحمد لله هناك كثير من المشايخ رجعوا لجادة الحق وقبلوا بهذا النهج وتبنوه، وبعضهم ظهر على شاشة قناة فدك. نعم صحيح، الحمد لله. نحن لا ننكر أنه قلت يعني هنالك إقبال الحمد لله، خصوصا بعد الكتاب وبعد ما اتضحت الأمور. كثيرين كانوا يعني مشوشة الأمور عندهم، ولذلك نحن إن شاء الله نتوقع أنه هذا المنهج هو الذي يتسيد في المستقبل. نعم. بإذن الله تعالى، لأنه الحق قوته ذاتية، يعني يفرض نفسه بنفسه. ولكن قصدي أنه لا نوجه دعوة ويعني تظهر كأنها عنتريات، أنه هذا هكذا يعني يظهر نفسه وأنه أنا مستعد، يلا فليأتوا فليتناظروا كذا وأطيح حظهم كلهم، فيقولون هذه عنتريات. يعني ما أحب أنه أظهر بهذا المظهر، خصوصا مع من يعني هو محسوب علينا وليتنا نخلص منه. يعني أحسنت سمعت شيخ. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخوي ثائر. نعم تفضل. حياك الله اخوي ثائر، تفضل. حياك الله، الله يسلمك ويسلم الشيخ ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. السؤال الاول لسماحة الشيخ، بانه هذه مسألة بعض الروايات التي قد لا تستقرها عقول بعض الناس او لا تتقبلها عقول القوم، هل يمكن ان يجاب عليها بقول الامام الصادق عليه السلام، ان دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والاراء الفاسدة فمن سلم لنا سلم. اما السؤال الثاني لسماحة الشيخ، هناك طبعا قول اعتقد في الكافي لاحد المعصومين سلام الله عليه، ان القران قد انزل باياك اعني اسمعي يا جار، ويعتبرون هذا منقصه لاننا نذكر هذا الحديث، ولكن لا يرون كما ذكر سماحه الشيخ الا الجهه المشرقه في هذا الحديث، كما في قول الله سبحانه وتعالى، ولا تمدن عينيك الى ما كان به ازواجا منهم، او قوله وان حكمت بحكم بينهم في القصر. فهذه تقول يمكن أنه أنزل بإياك يعني بس معي يا جارة. أما السؤال الآخر لسماحة الشيخ هو أنه كيف، أنه على قضية الفاضل والمنظور، أنه كيف يمكن أن نفسر أنه كيف أصبح موسى تابع للخضر عليه السلام، مع كون موسى هو الأعلى لأنه كان هو النبي والإمام في ذلك الوقت، وهل نستطيع أن نعتبر ذلك دليلا على إمامة المنظور على الفاضل؟ والنقطة الأخيرة اللي أحب أوجه هنا، أنه هل القوم يعني القوم المخالفين في كتبهم في صحيح مسلم وبخاري يعني يجعلون عمر بن الخطاب عليه لعن الله أفضل من النبي صلى الله عليه وآله؟ مثلا القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له وأما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بينما عمر إذا رأى الشيطان عمر خر ساجدا لوجهه، وإذا سار عمر في واد سار عمر في واد آخر. هل هذه فضيلة لعمر وأنه أفضل من النبي، أم أن كون عمر هو الشيطان الأكبر؟ والسلام عليكم. أخوي ثار، عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معي على الخط أخوي ثار. نعم. مقولة الصادق تعيدها لو سمحت في السؤال الأول. مقولة الإمام الصادق عليه السلام، إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الفاسدة فمن سلم لنا سلم.
نعم، فمن سلم لنا السلام سلم. عليكم. أحسن عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. نعم شيخنا، نجاوب على سؤال، بداية سؤال للأخت اللي تقول إن اتصلت في قناة بكرية وهابية وتقول إن عن العصمة، ويقولون الوهابيون أن يحق ويصدق على النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم أن يسهى ويسهو وينسى. نعم، فهذه هي مقولة الوهابية. يعني هذا البرهان الكلامي قائم على أن المعصوم حيث أن عصمته قوة في الإدراك وفي العقل تمنعه من الوقوع بما يخالف الحق مطلقا، وحيث أن النسيان يخالف الحق وإن كان لا تثريب فيه، فإنه يثبت أن المعصوم لا بد أن يكون معصوما كذلك من السهو والنسيان. هذا جانب كلامي. على أي حال، أحاديث عائشة هذه لعنة الله عليها، هذه المرأة الكذابة، لا يمكن قبولها بحال من الأحوال، لأنها لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نسي فقط أمورا دنيوية مثلا، وإنما نسي القرآن، نسي القرآن عائشة تقول في أحاديثها التي أخرجها البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله نسي آيات، هو يقول لما سمع رجلا يقرأ في المسجد قال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا نسيتهن أو أسقطتهن من القرآن. نسي القرآن هذا أمر ينفيه كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سنقرئك فلا تنسى. إذا عائشة عارضت كتاب الله. لا يمكن أن نسلم، يعني هؤلاء الوهابيين الجهلة لو كانوا يفقهون لقالوا على الأقل نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينسى ما أوحي إليه، لأن القرآن نص على أن النبي لا يمكن أن ينسى ما أوحي إليه. سنقرئك فلا تنسى. هذه هم إلا ما شاء الله ليس استثناء، وإنما بيان إلى أن عدم النسيان هو من الله تبارك وتعالى. هذا بحث مفصل في التفسير. فإذا عائشة عارضت كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا الذي نقلته عن النبي صلى الله عليه وآله لا محالة يكون كذبا. ثم أنت أيها المسلم بالله عليك إلى أي مدرسة تتجه؟ يعني إلى المدرسة التي تعظم النبي صلى الله عليه وآله وتنسب إليه الكمالات وتقول من جملة كمالاته أنه لا ينسى، هذه المدرسة تجدها أقرب إلى قلبك؟ أم المدرسة الأخرى التي تقول أنه النبي كان ينسى ويسهو وكان يرتكب بعضا من الرذائل وكان يبول وهو واقف وكان ما أدري هائما بأثداء وأفخاذ نسائه وحتى في حال الحيض ونسبت إليه هذه الشنائع والقذارات؟ يعني المسلم على الأقل من باب الاحتياط يتجه إلى المدرسة الأولى، لأنه يجد فيها تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله ولسائر الأنبياء عليهم السلام، ولا تنسب هذه المدرسة إلى هؤلاء أمثال هذه الأمور. هذه المدرسة أحرى بأن تتبع. نعم، وسؤال الأخ ثائر، بالبداية الروايات التي لا تتقبلها عقول البكرية والمخالفين هل ينطبق عليها مقولة الإمام الصادق أن دين الله لا يصاب بالعقول إلى آخر الرواية نعم اللي صحيح ذكرها؟ نعم صحيح، دين الله لا يصاب بالعقول، بمعنى أنه ما تظن أنه هذا يخالف العقل ليس بمخالف للعقل في الواقع، نعم لأنه العقل هم هذا مشكلة عند الناس، وهذا أمر أيضا ذكرناه في الدروس الحوزوية الكلامية، أنه كثير من الناس حين يقول مثلا هذه الرواية لا يقبلها العقل، هو إذا حققت المسألة تجد أن القواعد العقلية لا ترفض هذه الرواية، وإنما ذوقه يرفض هذه الرواية، فهو يخلط بين الذوق وبين العقل. العقل هنا بمعنى ما اجتمع عليه العقلاء، أي نعم. القواعد العقلية والأصول العقلية المقررة. نعم، وكذلك القرآن نزل، سؤال الآخر، القرآن نزل بلغة
إياك أعني واسمعي يا جارة بآيات مختلفة منها ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواج من الآية المذكورة نعم وكذا نعم آية. ملي نعم نعم أكثر من آية القرآن نزل في نعم يعني بهذه اللغة نعم بهذا السياق. وسؤال الأخير سماحة الشيخ، بين الفرق بين الفاضل والمفضول كقصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، هل يدل على أن إمامة المفضول على الفاضل أبدا بأنه لا يدل، وهذا أمر كشفته الروايات الشريفة ومشكلة يعني كثير من الناس عدم المطالعة، إذ يتوهمون أنه على هذا الذي حكاه القرآن الحكيم من قصتهما يكون الخضر عليه السلام أفضل من موسى عليه السلام. هذا غير صحيح، هذا كان تصويرا وتمثيلا لبيان الحكمة، وقد قام النص أو نطق النص عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال كان موسى أعلم من الخضر عليه الخضر السلام عليهم عليه السلام. الصلاة والسلام، فموسى كان الأعلم نعم والأفضل. أحسنت سمعت شيخ. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، تفضل وعليكم السلام. تفضل. أنا محمود من فنلندا، عندي مداخلة من نعم الشيخ. اخفض على التلفاز لو سمحت وتفضل. إيه تفضل. تفضل أنت على الهواء مباشرة، ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت خليك معي على الهاتف، أعيد لك الطلب لو سمحت. السلام عليكم، وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله. لمقدم البرنامج وللشيخ الحبيب، حياك الله، من معي؟ و الله. يعني وانا اشاهد مسلسل الحسن والحسين عليهم السلام. من معي لو سمحت من فنلندا لو سمحت؟ نعم من فنلندا، بس من معي اسمك لو سمحت؟ محمود. محمود محمود. ونعم حبيبي حياك، اتفضل اخوي محمود، اتفضل انت على الهواء مباشرة. اوكي محمود. محمود نعم تفضل. يعني وانا اشاهد المسلسل الحسن والحسين عليهم السلام. نعم نعم نسمعك تفضل. اوكي ف يعني وانا اشاهد المسلسل مع الحسن والحسين عليهم السلام على قناه ام بي سي، يعني اكو اشكالات معينه على المسلسل، انه عمليه الصلاه، انه الحسين عليه السلام واصحابه يكتفون، يعني هاي عمليه التكتف، يعني اكو لازم تكون بها صفه، يعني هل الامام الصادق كان يكتس؟ هل الامام الباقر كان يكتس؟ يعني هاي اللي جتنا عن الائمه عليهم السلام، يعني مو هاي عمليه ضحك على الضيقون. وبعدين الشمر، نفس الشمر يطلع وديع جدا، ويزيد يطلع وديع جدا، اذا وين الحق والباطل؟ انتم تقولون سيء شباب اهل الجنه بالمسلسل، غير قال لي اكو اثر على المسلسل انه اكو فرق بين سيء شباب اهل الجنه واكو الاسلام المنحرف اذا صح التعبير، يعني غير اكو عمليه انه يترك اثر على المشاهد، انه هذا المشاهد غير يميز اكو حق وباطل، اذا اثنينهم هم حق، اذا وين الحق والباطل؟ يعني اكو تقولون هذا الحسين عليه السلام سيء شباب اهل الجنه، والاخر شنو؟ هم سيء شباب اهل الجنه عليه السلام رضي الله عنه، يعني ما اعرف، يعني مثل معاوية رضي الله عنه، وعمار بن ياسر رضي الله عنه، زين معاوية قتل عمار بن ياسر اثنين رضي الله عنهم، شلون يصير؟ ما تعرف يعني هذه العملية ماكو تفكر، لازم واحد يقعد ويا نفسه شوية ويراجع أشياء، يصير عقب مناصفة بالوضع يعني هذا ما أعرف. وحتى الممثلين يعني هم جايبينهم الناس الاستوكات، يعني ما جايبين ممثلين بهم حظ، هو يعني ما اعرف تعليق الشيخ على ان شاء الله. الموضوع. مشكور اخوي، وشكرا لكم، بارك الله فيك، حياك مشكور. الله. نعم ناخذ نجاوب نعلق على الاخ محمود سؤاله. نعم يعني هذا المسلسل سبق وذكرنا يعني تعرضنا الى شيء منه اول في بدايات شهر رمضان لما كان عندنا ليالي رمضانيه بث مباشر، ونسفنا الأساس الذي يستند عليه هذا المسلسل، وهو الذي ذكروه يعني في الأخبار أنه كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، أثبتنا أنهم كانوا يعني يراوغون في هذا الكتاب ولم يعتمدوا منهجا علميا، وأن المسلسل يعني
أنا طبعا لم ألاحظه حقيقة يعني كاملا، اللهم إلا مقاطع يعني محدودة، ووجدته يعني مسلسل سخيف أمثال هاي الأمور. يعني الآن مثلا ينسبون إلى الحسين عليه السلام أنه كان يصلي يعني مكفرا في صلاته، وهذا لم يدعيه أحد يعني على الإطلاق، ولا أصلا من أثر في هذا الشأن على الإطلاق، بل على العكس المعروف عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون مسبلين، وأنكروا على التكفير كما أثبتناه أيضا في حلقة مفصلة سابقا ضمن البث المباشر، ونقلنا فيها الدلائل حتى من كتب أهل الخلاف. هذا المسلسل وأشباهه الحمد لله يعني بان عواره وبان خواؤه، ولم يعني يلتفت إليه أحد، لم يعني يؤثر شيئا، لأنه واضح الباطل لا يمكن له أن يمكث في الأرض. فبطبيعة الحال المسلسل يعني مليء بالأكاذيب والافتراءات والسخافات التي لا يقبلها عقل ولا يقبلها وجدان، فلذلك سقط يعني، ومحاولة فقط من محاولاتهم لإيقاف المد الشيعي، ولكنها محاولة فاشلة. الأحمدية إن شاء الله. مشكور أخوي، حياك الله. نعم، نعتذر مرة أخرى من أعزائنا المشاهدين انقطاع مفاجئ للبث، وإن شاء الله نعود ونجاوب على أسئلة الإخوان. منها سؤال الأخ أبو سليمان، سجلت أثناء انقطاع البث، والسؤال الأخ، والحين إن شاء الله ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. من معاي لو سمحت؟ أنا محمد من سليمانية. محمد من سليمانية، تفضل أخوي، تعال هو مباشرة، تفضل. لدي سؤال يا أخي ياسر حبيب، نعم، عن صحابة رسول الله، نعم، وعن نعم عائشة نعم أم المؤمنين، نعم. وأنتم تسبون أصحاب رسول الله وقد ذكرهم القرآن كثيرا، الآية موجودة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاليوم تغيرت وأنتم تتكلمون على العكس، وأيضا حينما يصرح الآيات لأن أزواج رسول الله هم أمهات المؤمنين وهم أطهار، وأيضا موجودة في سورة النور عقب هذه الآيات ذكر أهل البيت كلهم، وبأنهم الله تبارك وتعالى يريد أن يطهرهم من الرجس، فكيف يصير الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنهم تصريحا، وكما يوجد مقولة يقول نحن نحكم بالظواهر، هذا في الشرع المقدس موجودة، والله تبارك وتعالى يصرح حينما يقول مقابل الكفار والمنافقين يقول بأنهم ظالمون وأن لهم العذاب خالدا في جهنم. فترى بأنه لا يوجد تصريح ضد أصحاب رسول الله في القرآن، وأنتم تعلمون بأن الله ليس بخيلا، بل هو مركز الخير ومركز الرحمة والرأفة، ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن أصحاب رسول الله هم أتموا هذا الدين وبلغوا هذا الدين إلينا وخانوا رسول الله وخانوا دين رسول الله، حاشاهم، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى في القرآن لم يكمل دينه، وهذا خطأ. ونحن لابد أن نعلم بأن هذه الدنيا ليس دار القضاء بل دار الامتحان، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يظهر لنا ما هو على الحق، من هو على الحق ومن هو على الباطل. ويوجد مثل يقول، يوجد قول عندكم بأن
أنه علي رضي الله عنه أسد الله الغالب. نعم. ولكن إذا كان الأسد لابد أن يكون لديه شجاعة ويقابل عمر وأبي بكر ويخالفهما إذا كان بالصراحة بالتصريح، لكن لم يكن كذلك كما كان في التاريخ موجودة. وأنا سمعت يوما من عالم شيعي يقول بأنه عبد الله بن سبع لم يكن موجودا ولم يكن أصلا هو في زمان الصحابة ولا نراه. أخوي محمد ترى وايد خلط، يعني جبت 100,000 شغلة، ويعني إذا بنجاوب على هذه الشغلة نرجع على هذه الشغلة نروح على هذه، هذا حالكم كل ما يتصل فينا واحد يذكر لنا شغلة بالسليمانية وشغلة بالبصرة. يا أخي عطنا موضوع، عندنا اسمعني شوي اسمعني، عندنا اليوم بورقة بحث عن هذه الأحاديث اللي ذكرتوها ناقشها. الحين أنت رحت من آخر الدنيا ورجعت، أنا قاعد أسجل. تدري شنو المشكلة؟ تدري شنو المشكلة؟ لحظة، المشكلة أنا قاعد أسجل ملاحظاتك على أساس سماحة الشيخ يجاوبها. أشوف أنت تطلع مني وتدخل مني، تروح منك زين أركض لك على شغلة على أساس نناقشك فيها، ما يصير. طيب أنا أريد أن تجاوب على هذه الأسئلة بأن صحابة رسول الله الذين كانوا مع رسول الله في القرآن مذكورة، وعن العشرة الذين كانوا رضي الله عنهم وأدخلهم الله الجنة. إن شاء الله نجاوب على هذا. كيف يكون الله تبارك وتعالى يبشر أحد ثم يكون إن شاء الله إن شاء الله. مشكور وعليكم السلام. عليكم السلام. شيخنا آسف صراحة أنا ما أدري أول مرة تعطيني الحالة، هذا حالهم حال عبد الله اللي يتصل حال زين. أنت الحين ذكر الأصحاب، بعدين دخل على الأمير المؤمنين ليش ما حارب أبو بكر وعمر، كان يشكح على عبد الله بن سبأ، وبعدين الدنيا دار تعقدت مخي شوي أفتر فقلت له كذي. خل هذا السؤال لحظة بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. أباتي أنا من إيران، ما تصلياك من إيران. حياك الله تفضل. الشيخ ياسر. أنت مع الشيخ تفضل. أباتي أنا عندي بنات اثنين متزوجين سنة وأنا غير الشخص الشيعي. نعم. زين؟ نعم إيه نعم. إيه أسمعك إيه. أنا شخص شيعي ومتزوج بنات اثنين سنة وأنا شوايد ماني مرتاح وما شلون والله أسوي. ان شاء الله الشيخ يحاول ينصح. هو انا عندي في الدرس واشكال عندي بناته لا تحقق منها. ان سمحت انت عندك بنات اثنين شيعة متزوجين بكريين صح ولا غلط؟ انا قاعد اشاهد التلفزيون كلنا مشاهد التلفزيون قاعد اسمع انا زين لو سمحت ممكن اي بس انا عندي اشكال في الصلاه. نعم اشكال بشنو؟ اشكال جبه ايش قال بشنو اخفض صح اي نعم صح نعم حجينا اخفض على التلفزيون الله يخليك انا على التلفزيون قاعد اشاهدكم اي يلا لا اخفض على خليك بالتلفون ايش قال الصلاه بالصلاه ما في اشكال مد اقول الصلاه على الزين نعم اقول مد انا اصلي على الزين اي نعم اسمعت ابوها اي سمعت حجي ومدة يتعارض في فرشي يتعارض إلي أنا اللي أظن ما أصلي وردود أرجع أردود أصلي ما لي إشكالي شنو الله أعلم إن شاء الله راح نجاوب عليه مشكور حجي مشكور راح الله خير أنا مشاهد التلفزيون جاوبني إن شاء الله بس مشكور بس لأن ما يسمع على بناتي أنا إيه؟ هو متشيع ومصارين بكريين ولا من أول لا مو متشيع بس عندهم ابناء فروح عندهم يهال عندهم يلا مشكور انا راح اكلم يعني منقسم علي انا ما شفت لاضي انا منقسم علي ان شاء الله الله يعينك الله يعينك ان شاء الله يلا فما الله راح تجاوبني على سؤالي على أي. الاشياء طالع التلفزيون وراح نجاوب على سؤالك ان شاء الله يلا فما الله السلام. سمحت الشيخ ما عندنا اول شيء لما انقطع الاتصال كان عندنا الاخ ابو سليمان يقول عنده سؤال عن إكمال العدة بالنسبة للإمام الحسين وبالنسبة للأمير المؤمنين وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وباقي الأئمة، هل الإمام الحسين عندما حارب أو قاتل يزيد لعنة الله عليه هل أكملت العدة؟ وكذلك الإمام المهدي 313 عدته كعدة بدر. يعني أما بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الله عليه وآله الأدلة ذكرت
أنه ما كان له ليبدأ حربا مع قريش إلا بعد اكتمال العدة وهي 313 الذين كانوا عدة أهل بدر. وثم بعد ذلك الله عز وجل يعني جعل مسألة الحرب يعني بلا عدة، يعني مسألة لا تكلف إلا نفسك. نعم. فهذا بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكانت العدة على ما نطقت به الروايات 40 رجلا ولم تكتمل، فلذلك قعد صلوات الله عليه عن مجاهدة القوم. وأما بالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فالآن لا يحضرني دليل أنه كانت للحسين عدة، يعني أنه كان لابد للقيام في كربلاء المقدسة ومحاربة جيش الطاغية يزيد لعنه الله، أنه كان ذلك منوطا باكتمال عدة ما من الرجال أو عدة ما من الرجال. لا يحضرني هذا المثال أو هذا الدليل. أما بالنسبة إلى مولانا وسيدنا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فالأمر ظاهر أنه 313 كعدة أهل بدر، هذه العدة مطلوبة لكي ينهض إمامنا عليه السلام ويجاهد أعداء الله عز وجل والظلمة والجائرين على اختلاف أنواعه. أحسنت سمعت شيخ. الأخ كان عنده سؤال بعد عن الفرقة الأحمدية. الفرقة التي تسمي نفسها فرقة أحمدية هي التي نطلق عليها الفرقة القاديانية، وهي فرقة منحرفة كافرة خارجة عن الإسلام في الواقع، لأنها تعتقد بأن هنالك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على، وهو ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند. ولديها طبعا عقائد كثيرة سخيفة أخرى، وهي الفرقة هذه أو هذه الطائفة منتشرة في أوساط بعض الهنود، ولديها امتدادات في بعض الدول الغربية بسبب قدراتها المالية القوية. وعلى أي حال، أدلة هذه الفرقة أدلة يعني ليست بأدلة علمية، وإنما هو في الواقع دين هجين ودين مخلوط. ويكفي أنهم ينكرون يعني خاتمية النبي صلى الله عليه وآله، فهذا كافٍ. وهذا المدعي المنتحل ميرزا غلام أحمد لعنه الله، هذا يعني رجل ادعى النبوة وادعى أنه هنالك وحي من السماء، وادعى أنه هو المهدي المنتظر، وادعى أنه هو المسيح المنتظر، أنه هو المسيح الذي يظهر في آخر الزمان، وكل ذلك هراء في هراء، يعني واضح، لأنه الروايات يعني المتضافرة عند المسلمين أنه شخصية المسيح تختلف عن شخصية المهدي، ولذلك المسيح يصلي خلف المهدي، إذن هما اثنان، فكيف يزعم أنه المسيح هو المهدي؟ لأنه هو يقول أنا المهدي والمنتظر وأنا في نفس الوقت المسيح الذي ينزل يعني أو الذي يظهر في آخر الزمان يعني. فإذا معنى ذلك أنه يعني هؤلاء يعني يتناقضون وليس لديهم دليل يسندهم، فلا يلتفت إلى أمثال هذه الطوائف يعني. أحسنت. الحين ندخل على سؤال محمد من السليمانية. شيخنا، احنا ما أدري حالنا دائما، ليش المخالفين لما يتصلون نفس أعتقد يكتبونهم في ورقة نفس الإشكالات، وكل تقريبا كل كم حلقة يطلع لنا واحد ويعرض إشكالاته كلها مع بعض. طبعا ما يتداخلون بموضوع الحلقة وورقة البحث، وكل إشكال يحتاج له يمكن حلقة كاملة حتى نقعد نجاوبه. فما أدري أنا لما كده قاعد أكتب أشوف كل الجملة الأولى ما تطابق الجملة الثانية، اختلاف كلي عنهم. فنبدأ بأول شيء، وبس أعتقد نجاوب بس البداية، لأن إذا بتجاوب كل شغلة يأخذ وقت وايد. يقول: أنتم تسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله والله يذكرهم في القرآن الآية محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، فيقول أن الآيات تصرح بأنهم أخيار. وإذا نظرنا إلى باقي آيات القرآن
يصرح الله بالكافرين بأن لهم العذاب والويل، ولا يوجد تصريح ثابت أو واضح ضد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا لم ينقلوا لنا الدين الصحيح، فآية إكمال أكملت اليوم أكملت لكم دينكم لم تكن صحيحة، لأن الله قال أنه أكمل الدين بالأصحاب، لأن يقول إذا لم يعني ينقلون الدين الصحيح فهذه الآية تعتبر ليست صحيحة. هذه هي موجودة، هذه يعني أفضل أشياء قال فيها، بعدين دخل على أشياء تختلف، فممكن نلخص على هذا الموضوع. ننصح الأخ أنه يطالع جيدا سلسلة محاضراتنا، وأظنها تعرض الآن بعنوان أكذوبة عدالة الصحابة، حتى يخرج من هذا الوهم الذي توارثه أنه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عدول وصادقون ومؤمنون وما أشبه. لا يا أخانا، الأمر ليس هكذا. في أصحاب رسول الله منافقون، هو النبي صلى الله عليه وآله يقول في أحاديث تعترفون أنتم بصحتها أنه في أصحابي 12 منافقا على الأقل، في حديث أحمد أنه 36 منافقا على ما ببالي. فإذا نحن نعلم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منافقون، وبعضهم ظاهر القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف هؤلاء، يعني لا يعرف بعض هؤلاء، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم مثلا. فإذا أصحاب رسول الله فيهم منافقون، فيهم المرتدون بالإجماع. على سبيل المثال، هنالك رجل كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان معروفا بالعلم والعبادة كما يقوله علماؤكم. ارجع إلى الإصابة لابن حجر، وارجع لأسد الغابة لابن الأثير وأمثالهما ممن ترجم لهؤلاء الذين تسمونهم صحابة. يقولون أنه كان هنالك رجل من هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان معروفا بالعلم والعبادة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله، تعلم القرآن وأخذ منه الشيء الكثير من الأحاديث الشريفة، وكان في عداد المسلمين، يعني بل من الدائرة التي تلازم النبي صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كان يقال له الرحال أو الرجال، الرحال بن عامر أو الرجال بن عامر تقريبا هكذا. وهذا الرجل بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ارتد. كيف؟ بأنه ذهب ولحق بمسيلمة الكذاب لعنه الله، وقام في الناس خطيبا هناك وقال: أيها الناس، أشهد أن محمدا شهد لمسيلمة بالنبوة. فالناس الجهلة الذين كانوا هناك صدقوه كما تفعلون أنتم، قالوا: هذا رجل صحابي، والصحابي عادل، ولا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله، وقد عدله الله في القرآن، ولا بد أن نقبل روايته، وإلا كفرنا وإلا ارتددنا. فإذا قالوا: ما دام شهد هذا الرجل على النبي أنه شهد لمسيلمة بالنبوة، فإذا يكون مسيلمة نبيا كذلك. ولهذا انطلى على هؤلاء الناس هذا الأمر، لأن عندهم هذا الخلل في التعاطي مع مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. بحت أصواتنا ونحن نقول: أصحاب رسول الله مجتمع فيهم الصالح وفيهم الطالح، ليسوا كلهم سواء. الآيات التي مدحت أصحاب رسول الله مدحت المجتمع، القسم المؤمن من هؤلاء، لا الجميع. كيف وقد نطق القرآن بذم بعض هؤلاء؟ ألم تكن هذه الآية الكريمة: إذا جاءكم فاسق بنبأ، هذه الآية التي سمت أحد الناس أنه فاسق، ألم يكن هذا رجلا صحابيا على تعبيركم، وهو الوليد بن عقبة؟ ما لكم كيف تحكمون؟
بل اترك هؤلاء، ألم ينزل القرآن في ذم عائشة وحفصة في سورة التحريم، سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في ذم عائشة وحفصة؟ إذن نفهم من هذا أنه أيضا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله لسنا كلهن سواء، أيضا فيهم المؤمنة، فيهن المؤمنة وفيهن المنافقة التي ضرب الله مثلا لها من؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كافرتان منافقتان فاسقتان، سميهما ما شئت. المهم في أصحاب رسول الله وفي أزواجه في هذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله، فيهم الخير وفيهم السيء. الإنسان المسلم الواعي المقتصد العادل المنصف هو الذي يفتش في سيرة هؤلاء، يأخذ واحد واحد يفتش في سيرته، ينظر فيها أنه هل هذا الرجل كان من القسم المؤمن أم كان من القسم المنافق، أو كان من قسم عليه تحفظات فيه شك فنتركه. هذا الذي يصنعه شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت تريد بجهل منك أنه تأخذ الآيات الشريفة التي تمدح هؤلاء، ومن بينها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تأخذ هذه الآيات لتعممها على الجميع؟ لا يمكن، لأنه الضرورة بالضرورة نعلم قطعا أنه كان من هؤلاء منافقون، وإلا نبطل القرآن. سورة المنافقين كلها لازم نلغيها، أحاديث رسول الله عن المنافقين أصحابه لازم نلغيها، ومن بينها قوله إن في أصحابي 12 منافقا، وأحاديث الرد على الحوض أنهم يردون عليه الحوض فيذادون عنه فيقول ربي إنهم أصحابي أعرفهم ويعرفوني، فيقال له إنهم ارتدوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرة. هذه أحاديث معروفة مشهورة عندكم، تعترفون بصحتها، تعترفون بها. فإذا لا يسعنا أنه كل هذا نلغيه، لابد أن نكون متوازنين. فالآيات التي تتحدث عن مدح هؤلاء أو الأحاديث التي تتحدث عن مدح بعضهم تخص الفئة المؤمنة، لا يدخل في هؤلاء مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، لا يدخل الرحال بن عمرو، لا تدخل قتيلة بنت قيس التي كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وارتدت بعده، آمنت بمسيلمة. هذا تاريخ اقرؤوه، أنتم لا تفهمون جيدا مع الأسف، لأنه التعبئة التي تعبؤون بها عن طريق منابركم وفضائياتكم والأبواق الإعلامية لكم بس تغذيكم أنه صحابة رسول الله وصحابة رسول الله وكأنهم كلهم خيرون. ما كان الأمر هكذا، هذه مبالغة في قراءة التاريخ، في قراءة السيرة، في قراءة الواقع، ما كان الأمر هكذا. فالذي نصنعه نحن أنه نفتش، نبحث، فوصلنا نحن باجتهادنا، وصلنا إلى أنه أبو بكر منافق، عمر منافق، عثمان منافق، عائشة منافق، حفصة منافق، معاوية منافق، عبد الرحمن بن عوف منافق، هؤلاء منافقون، شو نسوي يعني؟ لدينا أدلة، تريد أن تناقش؟ أهلا وسهلا. ما تريد؟ لا يسعك أن تختزل الأمر، تقول أنه لا، أنتم تسبون أصحاب رسول الله. لا، نحن لا نسب أصحاب رسول الله الصادقين المخلصين الخيرين، لا نسبهم، خليهم على رأسنا، وإن كانوا أمويين مثل خالد بن سعيد بن العاص رضوان الله تعالى عليه، أموي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعروف عداء الشيعة بشكل عام تاريخيا لبني أمية، لكنه كان رجلا مخلصا صادقا من أصحاب رسول الله، خلي على رأسنا، نقول رضوان الله تعالى عليه، ما عندنا مشكلة وياه. في حين بعض ممن قد يحسبون على بني هاشم كابن عباس عندنا مشكلة وياه، مع أنه ابن عباس هاشمي قريب من النبي صلى الله عليه وآله، ابن عم النبي، عندنا مشكلة وياه، ما نترضى عليه، ما نحترم. نحن منهجنا منهج علمي متوازن، لا نختزل الأمور، لا نفرط ولا نفرط. أنتم عندكم إفراط،
عندكم إفراط، كل واحد التقى النبي رآه ولو ساعة ولو لحظة قلتم هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ما يصير. وتأتي ثم لتشكل علينا أنه كيف تسبون الصحابة، إحنا نسب كل الصحابة على تعبيركم؟ قسم منهم، قسم منهم، ونتعبد بهذا بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم ترون في صحاحكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسب أصحابه الذين يخالفون أوامره، أنتم ترون مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات مرة منطلقا في غزوة من الغزوات، وقبل أن يصل إلى البئر حرم على المسلمين، قال لا تخالفوا أمري، مضمون الحديث أنقله لك أنه لا تخالفوا أمري، لا أحد يأتي إلى هذه البئر قبل أن أصلها أنا حتى لا تفسدوها، أنا أضع يدي الشريفة فيها حتى تتبارك هذه البئر ولا تفسد لا تنضب. رجلان من أصحابه، هكذا تقول رواياتكم الصحيحة المعتبرة، تقول رجلان من أصحابه خالفوا هذا الأمر النبوي فسبقوا النبي وحاولوا أن يشربوا من هذه البئر وأفسدوها بالنتيجة، فالنبي لما وقف على ذلك سبهما. أنتم تقولون بهذا اللفظ فسبهما رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن رسول الله ثبت عندنا وعندكم أنه سب من خالف أمره ولو في هذا الأمر، والقرآن تعبدنا بأن نتخذ من النبي أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأي إشكال وأي تثريب على المؤمن إذا ما تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وتعلم منه واقتدى به فسب الذين خالفوا أوامره في هذا الأمر أو في غيره من الأمور. ثبت عندنا أن أبا بكر وعمر خالفا رسول الله، أنتم ترون بأنفسكم أن رسول الله في رزية يوم الخميس، في يوم الخميس قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، أحمد بن حنبل يروي في مسندي يقول فخالف عليها عمر بن الخطاب، خالف لعنة الله عليه، خالف أمر النبي. وعلمنا من الروايات الصحيحة التي أنتم تعترفون بها بأن النبي سب من خالف أمره، فأي إشكال أن يسب المؤمن عمر بن الخطاب، يسب يلعن والده، شنو المشكلة؟ ما دام ثبت أنه خالف عندك استعداد تناقش في هذه الأمور أهلا وسهلا، أنه تقول لا أنا أبرع عمر ما خالف مثلا، فتعال لازم تأخذ مسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واللي أكل ما كله تأخذه ترميه في سلة المهملات في سلة القمامة، لأنه هذه كلها أثبتت أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله. دع عنك اتهامه للنبي بالهجر بالهذيان وهذا كفر منه، دع عنك هذه الأمور، دع عنك قوله إن الرجل ليهجر، الآن أقلا هذا المقدار أنه خالف النبي، ما دام خالف النبي فهو مستحق للسب، وما هو أعظم من السب، لأن المنافق لا حرمة له، المنافق يلعن يساب ينال منه يهتك، هذا أمر حببته الشريعة في الواقع استحبته الشريعة. فإذا تعال ناقش في المصاديق، لا تأتي بكليات وتعممها على الجميع. نعم سمعت شيخ، الآية كذلك اللي هي محمد رسول الله والذين معه نهايتها الله استثنى الصالحين منهم والطالحين، في الآية نفسها اللي استشهد وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، هذه من تبعيض، إذن ليس كلهم، حتى لو أخذناها من الجنس لأنهم يقولون هذه لبيان الجنس، أي من جنس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن نعلم أنه الصفات المذكورة في هذه الآية لا تنطبق على كل أصحاب رسول الله، التفتوا، مو كل الصفات المذكورة في هذه الآية تنطبق على كل أصحاب رسول الله. يعني مثلا أشداء على الكفار رحماء بينهم، قل لي بالله عليك عائشة تخرج على علي هذا من الرحمة فيما بينهما؟ طلحة والزبير يقاتلان عليا أو معاوية يقاتل عليا ويقتل عمارا، يعني هذا أي صاحب عاقل يستحقر عقله يستغفل عقله يقول يعني قتل معاوية
وأبو الغادية لعمار بن ياسر كان من التراحم بينهم، يعني رحماء بينهم، رحماء بينهم. الله الله الله، شلون رحماء بينهم هؤلاء؟ ما تحصل بأكبر قاموس في العالم أنه صار من التراحم أنه أقتلك. شنو هذا، شنو هذا المنطق؟ لا، كانوا أشداء على بعضهم بعضا، فالذي كان أشداء على بعضه بعضا في هذه الصفة نعلم بأنه خارج عن هذه الآية، عن الأوصاف التي ذكرت في هذه الآية، فإذا ليس من هؤلاء، ليس من هؤلاء الذين مدحتهم هذه الآية. وقس على هذه سائر الأوصاف الأخرى، تراهم ركعا سجدا يبتغون من الله فضلا ورضوان إلى آخر الآية الكريمة. هذه الأوصاف علينا أن نرى في سيرة هؤلاء أصحاب رسول الله من تنطبق عليه هذه الأوصاف وليس الكل. نعم، وكذلك سمحت الشيخ عندما تطرق إلى الآية، آية إكمال الدين، فهل عندما الأصحاب لم ينقلوا لنا الدين الصحيح فهذه الآية تكون ليست صحيحة، لأن هم الذين موكلون بإيصال الدين؟ هذا كانت كلمته أو استشكال؟ هذا إفراط في التأويل، لأنه معنى إكمال الدين ها هنا أن الله عز وجل أكمل الأصول والقواعد التي تمكن كلا من المسلمين أن يفرع عليها، أنه يستنبط منها. وإلا لا يقول قائل مثلا أن الله أكمل الدين بمعنى أنه مثلا بيّن حكم التلفزيون لنا مثلا، وما كان أكو تلفزيون ذاك الوقت، وإنما وضع الأصول، وهذه الأصول قررها الكتاب العزيز والسنة الطاهرة، السنة المطهرة. وكما أنه بالإمكان أن يستنبط منها صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذلك للإنسان العادي اللي في زماننا هذا أن يستنبط منها. فأي ملازمة بين أنه لابد أن نثبت أن هؤلاء كانوا عدولا وكانوا مثلا ممدوحين، وإلا لم يكمل الله عز وجل دينه. حتى إن قلت هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين، وشنو المشكلة؟ نقلوا لنا الدين، أما التواتر فلا يلتفت فيه إلى الكذبة أصلا، يعني حتى لو بلغ التواتر وكان في بعض طرق هذا التواتر كذبة أو فسقة فلا يلتفت إلى ذلك، لأن التواتر يجبر ذلك كما قرر في علم الحديث، إذ إنه لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء جميعا على الكذب. وأما أخبار الآحاد فننظر في الثقات، الثقات من أصحاب رسول الله نقبل منهم، وفي هذا إكمال الدين. ليس شرطا علي من الله أنه لابد أن أقبل بأحاديث أبي هريرة مثلا وإلا ديني يصير ناقص. هذا من أين جئت به؟ من أين جئت بهذا الشرط؟ أنا أرفض أحاديث أبي هريرة، أرفض أحاديث عائشة، عندي أحاديث غير هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله من الثقات الذين أثق بهم. الله أمرني بالتبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله أمرني بأن أتبين، أن أتحقق، فأعزل هؤلاء، ما أخذ برواياتهم. شنو ديني صار ناقص؟ الحمد لله عندي أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، هم أعرفوا بشريعة جدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ممن هم سواهم. أخذ من هؤلاء ماذا نقلوا عن رسول الله، عن أحاديث رسول الله، أحكام رسول الله، أخذ بها. وأخذ عن أصحابهم المرضيين أيضا، مو كل أصحاب الأئمة إحنا للعلم نعدلهم، يعني نحن لا نقول مثلا كل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رضي الله عنهم وارضاهم، ما نقول هكذا، لا يقوله شيعي واحد. في أصحاب الإمام الصادق كما في أصحاب رسول الله، فيهم المنافقون، فيهم الطالحون، فيهم السيئون، فيهم الفجرة، فيهم الفسقة، فيهم المرتدون، موجود هذا في كل أصحاب الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. نحن علينا أن نوازن الأمور لا أكثر ولا أقل. أحسن سمعت الشيخ، نأتي إلى سؤال الحجي من إيران اللي يقول عنده بنات متزوجات من بكري، وهو شيعي، ويعني يقول أنا مو مرتاح، يتضايق أن بناته متزوجين بكري ولديهم أطفال منه. الآن حيث أن الأمر قد وقع، طبعا من ناحية الفتوى، يعني الفتوى تقول بجواز ذلك، سواء كان عندنا نحن يعني تأمل في هذا الشأن، ولكن من ناحية الفتوى التي يعني تصدر عن مرجع التقليد دام ظله، هو يقول بجواز ذلك، إلا أنه تخاف المرأة على دينها ودين أبنائها، فحين ذلك لا يجوز. فإن شاء الله هذا النكاح جائز، ولعله خير إن شاء الله تعالى. يسعى هو إن شاء الله وتسعى بنتاه
لهداية زوجيهما إلى طريق الحق. قد يكون هذا الزواج إن شاء الله مسببا لهداية هداية هذين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فليسعى هو إن شاء الله في هذا الجانب حتى يكون هذا هذه الزيجات تكون إن شاء الله مباركة إن شاء الله. نطلب إحنا من الحج إن يعطي أزواج بناته كتب شيعية، محاضرات، ممكن يعطيهم تردد قناة فدك، خلي يطالعون بعض المحاضرات إن شاء الله، الله يهديهم إن شاء الله. وعنده سؤال ثاني يقول أنا صلاتي فيها إشكال، يعني مرات أصلي عدل ومدة يعني حتى ما أصلي، فش تنصحه في هذا المجال؟ يعني التوجه في الصلاة، أولا عليه الصلوات التي تركها لابد أن يقضيها، لا يجوز شرعا أنه هكذا، وإلا تصبح يعني يصبح إثما عظيما والعياذ بالله. إثم تارك الصلاة هم ليس هينا، يعني يعذب عذابا شديدا في القبر والعياذ بالله. فعليه أن يقضي ما فاته ويستغفر الله عز وجل. وأما في القابل من الأيام فعليه أن يلتفت إلى الصلاة جيدا ويؤديها جيدا. ومن الأمور التي تساعد في ذلك أنه يقرأ دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله عليه، يواظب على هذا الدعاء. هذا الدعاء وارد في الصحيفة السجادية، وفي هذا الدعاء هذا المقطع: اللهم وفر بلطفك نيتي. لما يقرأ الإنسان هذه العبارة فإن الله عز وجل يستجيب له إن شاء الله تعالى، فيجعله موفور النية، يجعله ذا توجه وإقبال على الصلاة والعبادات وسائر الأمور التي تشترط فيها النية، فهذا مما يساعده في ذلك. كذلك حينما إن شاء الله تعالى يبدأ بالصلاة يهتم بمقدمات الصلاة حتى يكون أثناء الصلاة في حالة تركيز وتوجه. أولا يؤذن الأذان الكامل، لأن بعض الناس بس فورا يروح يوقف أمام القبلة الله أكبر ويدخل بالصلاة تكبيرة الإحرام، مع أنه بعض الفقهاء للعلم على الأقل يشترطون الإقامة. يعني الإقامة، يعني فيها مسألة فيها احتياط، يعني أنه الإقامة قد تكون واجبة إلا للمستعجل. يعني المستعجل طبعا مستعجل مثلا حتى لا يفوته وقت الصلاة، يعني مثلا قايم متأخر لصلاة الصبح، مو مستعجل يريد يطلع برا يروح يشتري ما أدري كذا بالسوق وكذا، لا مو هالشكل. فهذا يقوم يأذن إن شاء الله، ثم بعد ما ينتهي من الأذان يسجد سجدة لله عز وجل ويقول في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا. يرفع رأسه من السجود، يجلس هنيها بسيطة هكذا، ثم يقوم مرة أخرى ويقيم. بعدما ينتهي من الإقامة يقول لا إله إلا الله، يقرأ هذه الأذكار، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكذلك أمرت وأنا من المسلمين. يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، وأنت المحسن وأنا المسيء، فصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني. ثم يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ثم يقول: صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه، لأنه هو الذي أقام الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. فاعترافا بالفضل لأبي عبد الله الحسين الذي لولاه ولولا ثورته لما كان لدينا صلاة، إلا صلاة البدعية مالت البكرين وغير البكرين. وبعد ذلك يكبر 7 تكبيرات، الست الأولى منهن تكبيرات إخفاتية، يعني يقولها إخفاتا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ثم التكبيرة الأخيرة التكبيرة 7 تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر. بمجرد ما يكبر التكبيرة 7 يقول في سره، يعني أقصد إخفاتا، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ يبدأ بسورة الفاتحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ. إذا قام بهذه الأعمال إن شاء الله تعالى مع الاعتياد فإنه يلاحظ من نفسه شيئا فشيئا أنه بدأ يتوجه
إلى الصلاة أكثر فأكثر. وأيضا من الأمور التي تساعد في التوجه في الصلاة أنه يعرف ماذا يقول. يعني كثير من الناس يصلون ما يعرفون شنو معنى الكلام هذا الذي يخاطب به الله عز وجل. هو يركع يقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده. إذا واحد سأله شنو معنى ما تقول، شنو يعني سبحان ربي، شنو ما معنى سبحان ربي، يقول ما أعرف. تسبيح، يقول تسبيح. طيب تسبيح يعني شنو معناه؟ ما هو معناه؟ هذا أني أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال. هذا هو المعنى، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا معنى، هذا معنى التسبيح. يقرأ مثلا الله الصمد، سورة التوحيد. فإذا سئل أنه ما معنى قولك الله الصمد، يقول ما أعرف، ما أعرف شنو معنى الله الصمد. إذا هم مثقف بالثقافة البكرية يقول يعني الله لا جوف له، لأن الله مجسم عندهم. مصيبة. الله الصمد بمعنى من يصمد إليه الناس، يعني الله الذي يتوجه إليه الناس. وهكذا يعني عليه أن يلتفت لما يقرأ يفهم شنو معنى. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يعني المسار المستقيم، الطريق المستقيم. زين، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ أهل بيت النبوة صلوات الله عليه. غير المغضوب عليهم، من هؤلاء الذين غضب الله عليهم؟ نفس اللحظة يلتفت، يعني أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، حفصة، يعني إلهي لا تخليني أنخدع بطريق هؤلاء الذين غضب الله عليهم. ثم بعد ذلك ولا الضالين، أي الذين يتبعون هؤلاء ويتبعون غيرهم من اليهود والنصارى، هؤلاء الذين ضلوا عن طريق الله. لما يستحضر هذه المعاني في ذهنه أثناء الصلاة فإنه يجد من نفسه إقبالا والتفاتا وتوجها جيدا ونية جيدة في الصلاة. أحسن سمح شيخ، مشكور على الإجابة، وإن شاء الله الله يقوي إيمان الأخ من إيران. إلهي يعني. وإحنا في هذه الدقائق الباقية من البرنامج سمح شيخ، حبيت أتكلم على موضوع التبرعات لقناة فدك، لأن يعني فعلا قناة فدك في هذه الفترة تمر بأزمة حرجة جدا. يعني من أول ما تقريبا بدأت قناة فدك بالبث شهر 3 اللي فات أو 2، ما صار إن في منتصف الشهر الحساب للقناة خالي تماما. يعني فعلا أنا أمس سألت الأخ حامد وهو مسؤول الحساب ومسؤول الفواتير، يقول أمس الحساب خالي كان. فإحنا خمن نص الشهر إلى آخر الشهر نحتاج تقريبا 30,000 باوند قيمة الفاتورة لكي ندفعها للشركة. فأطلب من الإخوان التبرع، واللي الإخوان اللي مجمعين مبلغ مثلا للتبرع يبعثونه في هذه الفترة، لأن فعلا يعني الأمور خطيرة واحتمال أن نغلق في بداية الشهر إذا ما قدرنا نجمع هذا المبلغ. التبرع سهل وطرقه وايد بسيطة وسهلة، واللي يبي تبرع ممكن يتصل وإحنا نشرح له طريقة، طرق كثيرة، منها التحويل عن طريق الوستر يونيون، عن طريق البنك تروح، والأرقام كلها موجودة يقدر يأخذها من الإخوان عبر الاتصال، يقدر يأخذها من عن طريق الانترنت، يقدر يروح للفيسبوك، وعندنا إخوان هناك في صفحة المتبرعون المنتظمون لقناة فدك، طرق كثيرة للتبرع. نرجو من الإخوان فعلا في هذه الفترة العناية والاهتمام في موضوع التبرعات لقناة فدك، لأننا نمر بأزمة خانقة جدا. تحب تقول كلمة سمعت شيخ؟ أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله للإسهام في هذه القناة، لأن صوتها حقيقة صوت نادر في هذا الزمان. إن شاء الله. بارك الله فيك سمعت الشيخ، ونشكرك على تواجدك معنا وتخصيصك وقت. الله يحفظكم، بارك الله. هذا ما لدينا اليوم أعزائي المشاهدين، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.